بتبدأ قصتنا في مدينة طوكيو اللي بنشوف الناس فيها عايشين حياتهم بشكل طبيعي جدا، وفي وسط يوم عادي جدا ما فيهوش اي احداث بنتفاجئ بظهور وحش ضخم جدا بيدمر المكان وبينشر الرعب، وفي وقت قليل جدا وكأن الناس متعودين على كده بيبدأوا يخلوا المناطق تحت اشراف رجال الشرطة، وبتشتغل صفارات الانذار في المدينة كلها علشان تحذر الناس من الوحش اللي ظهر. واول ما المنطقة بتفضى من السكان بتظهر طيارات قوات الدفاع اليابانية وبتهاجم الوحوش بالصواريخ، ولكن الصواريخ دي ما بيكونش ليها اي تأثير كبير وبيكمل الوحش هجومه ولا اي اندهاش، وبنلاقي المواطنين بيتابعوا اللي بيحصل بكل هدوء ولا كأن في وحش بيدمر المدينة بتاعتهم، لا وكمان بيتراهنوا ان قوات الدفاع هتقضي على الوحش في وقت قد ايه. بنسيبهم وبنرجع للمنطقة للوحوش بيدمروها، وبنشوف جنود الفرقة الثالثة من قوات الدفاع ووصلوا للمكان وبسرعة كبيرة بيحصروا الوحش وبيهاجموه وبينجحوا في اصابته. وفي وسط ما الوحش مشغول بالجنود اللي محاصرينه بيتفاجئ بهجوم قوي بيرشق في صدره وبيقضي عليه وبينشر اشلاؤه في كل مكان. وعلى الجانب التاني بنلاقي بطلنا كاف اللي كان بيراقب اللي بيحصل ومش مصدق انهم يضطروا ينضفوا كل الدم ده. وفي الوقت اللي كاف وفريق التنظيف كانوا رايحين علشان يبداوا شغلهم، كان جنود الفرقه الثالثه خلصوا شغلهم وراجعين للقاعده بتاعتهم واستهتافات الناس وتشجيعهم. وبعد ما الامور بتستقر بيبدا فريق التنظيف شغلهم علشان يتخلصوا من جثه الوحش والبقايا اللي مغرقه المكان، وبنشوف كاف وباقي فريق التنظيف بيقطعوا جثه الوحش لاجزاء صغيره علشان ينقلوها، وبيطلب كاف انهم يجهزوا المنشار الحراري علشان يقدر يقطع الجزء الضخم اللي عنده، وبيرفع واحد من العمال جزء من الاجزاء اللي استخرجوها، ولكن الجزء ده بينفجر وبيصيب العامل اللي جنبه اللي بيتصاب بحروق من دم الوحش اللي من عالم تاني ده. فكاف بيجري بسرعه على العامل وبيعمله اسعافات اوليه قبل ما ينتقل للمستشفى، وبيقول ان التنظيف ورا الفرقه الثالثه تاني اسوء حاجه بعد اكل مالي اليتيم لانهم بيخلوا المكان فوضوي لدرجه انهم مش بيبقوا عارفين راس الوحش من رجله، وبيستغرب ازاي الاداره عايزاهم ينضفوا البلاوي اللي قدامهم دي في اسبوع واحد بس. ووسط ما كاف مستني المنشار علشان يكمل شغله، المدير بينادي عليه وبيعرفه انه ينتقل لمكان تاني، فبيستفسر منه عن المكان اللي هينتقل فيه، والمدير بيجاوبه انه ينتقل علشان يشتغل في قلب جثه الوحش وتحديدا في المعده. فكاف بيحاول يعمل نفسه مش من هنا ويهرب من المكان لان تنظيف معده الوحش اسوأ من مال اليتيم نفسه، ولكن المدير بيقفشه وبيسحبه لمعده الوحش، وبيسال واحد من العمال الجداد عن سبب كرههم لتنظيف معده الوحش، وبيجاوبه واحد من الناس الخبره وبيقول له ان ده شيء طبيعي لان اي حاجه الوحش بياكلها بتكون موجوده في معدته، بشر بقى على مباني على عربيات وكل ده بيبقى فوق بعضه زي الخلطبيطه كده، وبيعرف انهم لو خيروه بين تنظيف الصرف الصحي وتنظيف معده الوحش فيختار الصرف الصحي من غير اي تفكير. بنرجع لكاف اللي اول ما بيشوف معده الوحش بيرجع من المنظر اللي قدامه ده غير طبعا الريحه. وبعد نهايه يوم العذاب ده بيرجع كاف للبيت وهو مش قادر يتحرك من مكانه وحاسس انه لسه في قلب معده الوحش، وبيبص على التلفزيون اللي بيعرض تقرير عن قائده الفرقه الثالثه في قوات الدفاع مينا ايشر اللي قضت على مئات الوحوش وبقت قائده الفرقه الثالثه في وقت قليل جدا وهي عندها 27 سنه. بيفتكر كاف مشهد من طفولته وهو بيتفرج على التلفزيون، وبعدها بثواني بيتقفل التلفزيون وبيسال نفسه ايه اللي وصله للحاله البائسه دي، فبيحاول انه يقنع نفسه انه احسن من غيره لان تنظيف جثث الوحوش شغلانه مهمه، ده غير انه عنده مكان يعيش فيه وبياكل الاكل اللي هو عاوزه، وبيبص حواليه في الاوضه اللي عامله زي مقلب الزباله وبيقول انه راضي بالوضع اللي هو فيه والحمد لله. وبالنهار بيروح كاف على الشغل بتاعه وهو متضايق وبيقول انه مصدع بسبب التقرير اللي شافه امبارح. واول ما بيدخل المكان بيتفاجئ ان زمايله كلهم متجمعين وواحد منهم اسمه توكودا بينادي عليه وبيعرفه بالمتدرب الجديد اللي هينضم لهم من النهارده واسمه رينو، وبيقول له ان رينو عاوز ينضم لقوات الدفاع. وبيوجه توكودا كلامه لرينو وبيقول له المعلم ده كان زيك كده بالظبط في الاول وواجع دماغنا كل شويه وفي الاخر بقى زي ما انت شايف كده. فكاف بيقول له الله وانا مالي. في اللحظه دي رينو بيسال كاف السبب اللي خلاه اتخلى عن حلمه في الانضمام لقوات الدفاع، وبيرشق السؤال في قلب كاف زي السكينه وبيقلب عليه المواجع من جديد، وبيجاوب رينو بابتسامه مزيفه انه عمل اللي عليه وحاول اكتر من مره. وبعد كل المحاولات دي اكتشف ان قدرته مش كفايه علشان ينضم لقوات الدفاع، وان رينو لما يكبر هيفهم كلامه بشكل احسن. فرينو بيرد عليه انه مش فاهم ومش عاوز يفهم كلامه وانه عمره ما يستسلم ويتخلى عن حلمه وانه بيفضل الموت على انه يستسلم زي كاف، وبيسيبهم وبيمشي من المكان علشان يغير هدومه. ولما رينو بيخرج كاف بيبقى هيفرقع من الغضب بعد ما رينو مسح بكرامته الارض حرفيا، وبيقول فيها ايه يعني لما استسلم بكره تكبر وتعرف يا حلو ان الدنيا مش بالسهوله اللي انت متخيلها. وفي مكان الشغل بنشوف المدير بيديهم التعليمات وبيعرفهم يعملوا ايه النهارده، وبيطلب من رينو انه يمشي معاه علشان يشتغل في معده الوحش. فكاف بيطير من الفرحه وبيقول له البس علشان خارجين، ولكن فرحته ما بتكملش لان المدير بيخلي كاف هو كمان يشتغل في المعده معاه، وبيعترض كاف لانه مش عايز يشتغل يومين ورا بعض في معده الوحش. فالمدير بيشرح له انه شغله عجبه علشان
عشان كده هو اللي هيمسك تنظيف المعدة من هنا ورايح. فكافل مغلوب على امره بيسيب المدير وبيجري في الشغل وفي الشغل، وبيقول المدير ان على الرغم ان كلام كاف واعتراضه الا انه بيعمل شغله بضمير، ولو كان نجح في اختبار قوات الدفاع كان هيبقى قائد كويس، ولكن هي الدنيا كده. وفي وقت الاستراحة بنشوف رينو قاعد جنب كاف ومش قادر ياكل بسبب اللي شافه في معدة الوحش وحاسس انه هيرجع، فكاف قاعد بيضحك عليه وشمتان فيه بالرغم من حالته مش احسن منه. وبعد شوية بيدي لرينو كيس عصير وبيقول له خد اي حاجة تغذيك علشان تعرف تكمل اليوم، والمرة خد دي حطها في مناخيرك علشان تقلل الريحة. ولكن رينو بيقول انا مش فاهم منك حاجة بسبب البتاعة دي ولكن انا تمام. فكاف بيجري عليه علشان يحط له السدادات غصب عنه وبيكمل باقي اليوم. وفي اخر اليوم بيمشي كل العمال وبيتبقى كاف اللي بيراجع شوية حاجات قبل ما يروح، وبيتفاجئ برينو بينادي عليه فبيسأله ايه جاي علشان تاخد حقك بعد اللي حصل لك النهارده، ولكن بيتصدم لما رينو بيعتذر له وهو ماسك السدادات بتاعته في ايده وبيشكره على مساعدته ليه. وقبل ما رينو يمشي بيلف الكاف وبيعرفه ان قوات الدفاع زودوا عمر المشاركين في الاختبار ل 33 سنه، وان ده في الغالب بسبب ان معدل المواليد قل عن الاول. وبيقول رينو انه مش من حقه يتدخل في حياته، ولكن كاف كان باين عليه الحزن وهو بيقول انه تخلى عن الانضمام لقوات الدفاع. فكاف بيشكره وبيقول له انت طلعت انسان طيب على عكس ما انا كنت فاكر. ورينو بيقول انت بتقول ايه. في اللحظه دي بيظهر وحش صغير وبيهجم على رينو اللي مش واخد باله، وقبل ما الوحش ياكله كان كاف رمى نفسه عليه وانقذه. وبيقوم رينو من على الارض ومش فاهم ايه اللي بيحصل اساسا، ولما بيشوف الوحش بيحاول انه يساعد كاف ولكن بيرفض وبيطلب منه يسيب المكان ويهرب بسرعه علشان يبلغ قوات الدفاع بالوحش اللي ظهر. فرينو بيعترض لان كاف مش هيقدر يعمل حاجه قصاد الوحش ده لوحده. فكاف بيزعق فيه بيقول له على اي اساس انت وجودك كان هيفرق، اجري يلا بسرعه واعمل اللي انا بقول لك عليه. وبيقول له لو انت مت هنا مش هتقدر تحقق حلمك وتبقى جندي في قوات الدفاع. فرينو بيسمع كلامه بيجري وهو متردد جدا، ولما كاف بيتاكد ان رينو هرب من المكان بيمسك ماسوره صغيره وبينادي على الوحش اللي بيجري وراه علشان ياكله. وبيهرب كاف بكل سرعته من الوحش اللي بيطرده وبيقول انا كان لازم اعمل فيها شبح يعني. وفي الوقت اللي الوحش اللي شبه العنكبوت بوش انسان بيطرد كاف فيه بيلمح كاف مدخل مبنى قدامه، فبيقرر يدخل في المبنى ده بما ان جسم الوحش كبير ومش هيعرف يحصله، فبيزود سرعته واول ما بيوصل للمدخل بيتزحلق علشان يهرب من ايد الوحش قبل ما تمسكه بكام سنتي كده، وبينط من الشباك اللي قدامه وبيكسر الازاز اللي بيطير وبيعوره في وشه. وبنرجع للماضي وبنشوف بنت صغيره قاعده بتعيط قدام المدينه اللي الوحش دمرها، وكاف بيقف جنبها وبيقول ان الوحوش دمروا بيته والمدرسه وكل حاجه، وبيزعق وبيقول انه مش هيسامح الوحوش علشان دمروا اللعبه بتاعته قبل ما يخلصها. فالبنت الصغيره بتقول له هي متضايقه هو ده اللي مزعلك في الموضوع كله، ولما بتلاقي كاف بيضحك بتعرفه انها زعلانه على القطه بتاعتها اللي ماتت. فكاف بيقعد جنبها وبيبص هما الاثنين على الدمار اللي الوحوش سببوه، وفي اللحظه دي بيقول انهم هينضموا لقوات الدفاع. فكاف بيبص للبنت وبيقول لها ازاي طفله صغيره زي كده عايزه تنضم لقوات الدفاع. فالبنت بتقول له على اساس انك كبير ما انت كمان لسه في ابتدائي. وقتها كاف بيبص للبنت وبيقول لها خلاص يبقى نتحدى بعض ونشوف مين هينضم لقوات الدفاع ويقتل الوحوش. وطبعا زي ما كلكم لاحظتوا فالبنت دي هي مينا قائده الفرقه الثالثه. بنرجع للحاضر وبنلاقي كاف لسه بيهرب من الوحش اللي بيطرده وبيقول انا كان المفروض ابقى في قوات الدفاع اللي وصلني لكده. ولما بيتاكد انه مش هيعرف يهرب من الوحش بيقرر انه يقف يواجهه واللي يحصل يحصل بقى، وبيمسك الماسوره اللي معاه وبيقرر انه يهاجم رجل الوحش. وفي الوقت اللي كاف لسه بيفكر يعمل ايه كان الوحش هاجم وكسر الماسوره اللي هو ماسكها وطيره في الجو، وكاف لسه مش مستوعب اللي حصل وبيفكر اللي وصله لكده. وقبل ما كاف يقدر يتصرف كان الوحش ضربه بايده وكسر له رجله، وبيتجمد مكانه من الرعب وبيستسلم لمصيره المحتوم بما انه مش هيقدر يهرب اكتر من كده. وعلى الجانب الثاني بيبان الاستمتاع على وش الوحش اللي متاكد من ان فارسته مش هتهرب منه، وبيستعد الوحش علشان ياكل كاف اللي يعتبر بقى في بقه خلاص، ولكنهم بيتصدموا لما رينو بيظهر وبيهاجم الوحش وبينكس كاف على اخر لحظه حرفيا. فكاف بيبص له باستغراب وبيقول له ايه اللي خلاك ترجع يا غبي؟ فرينو بيفهمه انه عمل اللي طلبوا منه وبلغ قوات الدفاع، ده غير انه ما كانش هيقدر يسامح نفسه او ينضم لقوات الدفاع لو كان هرب وساب كاف يموت. ولما كاف بيسمع كلام رينو بيحس بالعجز والغضب من نفسه لانه لسه ما اتغيرش من ساعه ما كان صغير، ولسه مش قادر يعمل اي حاجه او حتى ينقذ نفسه او اللي حواليه، وبيصرخ بغضب وقهر جدا. في الوقت اللي رينو واقف بيحمي كاف من الوحش اللي بيهجم عليه وهيقتلهم في ثواني معدوده، في اللحظه اللي هما الاثنين بيستعدوا فيها لموتهم بيتفاجئوا بنمر كبير بيهجم على الوحش، وفي اقل من ثانيه الوحش بيتقتل قدام عينه ودمه بيغرقهم. وبيتفاجئ كاف بمينا اللي قتلت الوحش بكل سهوله وبتبلغ انهم قضوا على الوحش وفي مصابين، وبتطلب من اثنين من جنودها انهم يهتموا بالمصابين وبتامر باقي الجنود يتبعوها علشان يتاكدوا ان مفيش وحوش تاني. فبينفذ الجنود اوامرها وبيجروا يطمنوا على رينو وكاف اللي اتجمدوا مكانهم من الصدمه ومش مستوعبين اللي حصل. وبعد شويه بنلاقي
كاف نايم على السرير في المستشفى وبيقول ان مينا مدهشة لانها قدرت تقضي على الوحش المرعب ده في اقل من ثانية، وبيكون على الله حكايته زي ما احنا شايفين كده، وكل اللي بيفتكره الوعد اللي هو وعدها بيه وهم صغيرين وبيحتقر نفسه جدا. في الوقت ده رينو بينادى عليه وبيخرجوا من جو الجلد بتاع الذات اللي هو عايش فيه ده، فكاف بيسأله عايز ايه؟ فرينو بيقول له انه لولا تدخله انقاذه ليه في اللحظة اللي الوحش هاجمهم فيه كان زمانه ميت، وبيقول له انه كان جامد زحليقة في اللحظة دي على غير العادة. وقتها كاف بيفتكر وعده لمينا وهم صغيرين انه ما يتنافسوا مين فيهم يبقى جندي احسن في قوات الدفاع، وبيكمل رينو كلامه انه كاف المفروض ينضم لقوات الدفاع بعد اللي حصل النهاردة. وفي النهاية القرار بيد كاف، وايا كان الخيار فهو مش هيفرق معاه في حاجة. ولما رينو بيخلص كلامه بيكون كاف حسم قراره وبيشكر رينو على تشجيعه ليه، وبرغم الاستسلام مش حاجة وحشة من وجهة نظره الا انه كان بيخدع نفسه طول الفترة اللي فاتت، وعلشان كده فهو هيبطل هروب من الماضي ويحقق حلمه ينضم لقوات الدفاع. في اللحظة دي بيلاحظ كاف ان في وحش صغير واقف قدامه، والوحش بيقول له مساءك لذيذ، فبيقول في نفسه لقد وقعنا في الفخ. وقبل ما كاف يتحرك او يحذر رينو اللي نايم على السرير اللي جنبه، كان الوحش اللي شبه الدودة ده دخل جوه بقه. وعلى الجنب التاني رينو مش شايف حاجة من الستارة اللي بينهم، ده غير ان رجل كاف بتتحرك بصورة غريبة، فبيسأله انت تمام ولا تعبان ولا ايه دنيتك؟ ولما بيقوم من مكانه علشان يطمن على كاف اللي مش بيرد عليه، بيتفاجئ ان في وحش قاعد مكان كاف، فبيتصدم كاف لما بيكتشف انه تحول لوحش، وبيحاول يطمن رينو اللي هيموت على نفسه من الرعب. ووسط ما هما بيتكلموا بيتفاجئوا براجل عجوز معدي من جنب الاوضة بتاعتهم، اول بيشوف كاف بيبلغ قوات الدفاع في ثواني، فرينو بيقول لكاف يلا بينا نهرب من هنا قبل ما قوات الدفاع توصل وتعمل منك شاورما. على الجانب التاني بنشوف مينا بيفتكر الماضي لما كانت هي وكاف قاعدين بيذاكروا علشان ينضموا لقوات الدفاع لما يكبروا، وبتعرف كاف انها خايفة لما يشرح لها ازاي تواجه الوحش، فكاف بيحط ايده على راسها وبيطمنها انه هيبقى جنبها ويساعدها لما تواجه الوحوش. وبتفوق مينا من ذكرياتها على صوت تليفونها اللي بيرن، وبتقول ان كاف كذاب، وبتخلص المكالمة وبتستعد علشان تقضي على الوحش اللي ظهر في المستشفى من شوية. وبنشوف مينا اللي لسه بتفتكر في ذكريات طفولتها مع كاف، وتحديدا لما قال لها انه هيبقى جنبها ويحميها من الوحوش، وبتنفجر مينا من الضحك وهي بتقلد كاف وبتقول له بطل قراءة المانجا وخليك واقعي شوية. فكاف بيزعلها وبيقول لها اوعي امي تعرف اني قلت الكلام ده والا هقتلك. وبعد شويه مينا بتبطل ضحك وبتشكر كاف وبتعرفه انها مش هتخاف من الوحش لو هو فضل جنبها. وفي الوقت الحاضر بنشوف مينا ماشيه وجنبها النمر بتاعها، وبتعرف جنودها ان في وحش ظهر في المستشفى ولازم يقضي على الوحش ده قبل ما يأذي حد. وخلال وقت قصير بنشوف طيارات الهليكوبتر في طريقها للمستشفى، وسفارات الانذار شغاله في المدينه كلها، والتحذيرات ماليه الاخبار وكل مكان، والناس كلها في حاله طوارئ. وعلى الجانب الثاني بيكون كاف ورينو بيفكروا يتصرفوا ازاي مع الراجل العجوز اللي سبب المشكله دي كلها. وفي وسط الارتباك ده رينو بيطلب من كاف انه يحاول يلطف الجو ويبتسم للراجل العجوز علشان يثبت له انه مش خطر عليه، فكاف بيغطي وشه وبيحاول يبتسم، ولكن النتيجه بتكون ان وشه بقى مخيف اكتر لدرجه ان الراجل العجوز بيموت من الرعب. فكاف بيقرب من العجوز علشان يطمن عليه بعد ما وقع على الارض من غير اي حركه، واول ما ايد كاف بتسند على الحيطه بيدمر المكان كله، ورينو بيبص له برعب. فكاف بيبص لرينو وخايف بيقول له انا عملت كده ازاي؟ انا بقيت وحش بجد ولا ايه؟ يا عيني عليه لسه مش مستوعب من قوه الصدمه. وفي ثواني بيتجمع الناس اللي في المستشفى علشان يشوفوا سبب الصوت اللي سمعوه، وطبعا بيشوفوا كاف والعجوز اللي مرمي على الارض وما بيحتاجوش اكتر من كده علشان يستنتجوا اللي حصل. فرينو بيقول لكاف انا شايف ان كفايه كده ونهرب من المكان احسن قبل ما تعمل بلاوي جديده بجسمك ده. فكاف بيوافق على كلامه وبيقترحوا انهم ينطوا من الشباك، وبيجري ناحيه الشباك علشان يفتحه، واول ما بيحرك ايده بيدمر الشباك بحيطه الاوضه اللي جنبهم، وبيقول يا نهار اسود احنا لو فضلنا كده هندمر المدينه من غير قصد. في الوقت ده بيكون الناس في المستشفى بيكلموا قوات الدفاع، فرينو بيقول له يلا يا عم نط قبل ما قوات الدفاع توصل، وبينط رينو على المبنى اللي تحت الشباك. وبنشوف كاف طاير بتاع 10 متر في الجو ودموعه مغرقه عينه كده، وبنسيب كاف ورينو وبنروح للفرقه الثالثه اللي بيكونوا في طريقهم للمستشفى، وبيوصلهم تقرير ان الوحش هرب من المستشفى ورايح ناحيه منطقه فاضيه. بنرجع من جديد لرينو اللي بيجري بكل سرعته وبيسال نفسه ايه الوضع المجنون اللي احنا فيه ده، وازاي كاف بقى وحش ومن امتى، وهل كان وحش من الاول اصلا ولا لا. وبيلف وشه علشان يبص على كاف وبيتاكد ان الشخص اللي هو كاف فعلا، وبيقول لكاف انت متاكد انك مش وحش وبتضحك علينا وعلى نفسك؟ وبيتصدم لما بيلاقي جسم كاف بتحول بطريقه غريبه وطلع منه مجسات وحاجات مش معروفه، وبيرد عليه كاف وبيقول له طبعا انا لو حلفت لك ان كاف مش هتصدقني. وفي وسط الجنون اللي رينو شايفه بيفتح كاف بقه وبيطلع منه لسانه اللي عامل زي الدوده، وبيهاجم عصفوره طايره جنبه وبياكلها، وبيقول لرينو الحق انا بقيت باكل عصافير وهي صاحيه. فرينو بيقول له يخرب بيتك هو ده وقته، ابعد عني يا عم وبطل قرف. في
اللحظة دي جسم كاف بيرجع زي ما كان وبيكمل جري جنب رينو. بيفرح رينو انه اخيرا رجع لطبيعته، ولكنه بيتفاجئ ان كاف بيعرفه انه في مشكلة. فبيسأله مشكلته دلوقتي هو انا شفت غير المشاكل من ساعة ما قابلتك، وكاف بيرد عليه انا عاوز ادخل الحمام دلوقتي. فرينو بيقول له لا ماليش دعوة، امسك نفسك لحد ما نعرف هنتصرف ازاي في المشكلة اللي احنا فيها دي. واستنى بس كده، حمام ايه بجسمك ده؟ هما الوحوش بيحتاجوا يروحوا حمام اصلا؟ فكاف بيشرح له ان الموضوع مش بايده وان جسمه بيتصرف بمزاجه، وبيحاول كاف بكل قوته انه يسيطر على جسمه ولكن من غير اي فايده. ووسط ما هو بيجري بيتفاجئ بميه بتخرج من صدر كاف، ولحظه ادراك هو عمل ايه بالظبط. بيرمي كاف نفسه على الارض وبيطلب من رينو انه يقتله لان حياته الاجتماعيه باظت خلاص ومفيش حد هيرضى يتجوزه. فرينو بيقوله لا يا راجل، على اساس انهم ما كانوش هياخدوا بالهم انك وحش وهيتضايقوا لما يعرفوا انك عملتها على نفسك. وقت ما رينو بيحاول ينقوم كاف من على الارض، كاف بيفكر شويه وبيسال نفسه ايه اللي هيحصل دلوقتي وهل هيقدر ينضم لقوات الدفاع. فريو بيقول له صباح الفل يا عم، قوات دفاع مين؟ انت مبصتش في المرايه ولا ايه؟ ده انت اول ما يشوفوك هيعملوك كفته. في اللحظه دي كاف بيقول لنفسه يعني يوم ما قرر احقق حلمي اتحول لوحش والدنيا تخرب عليا، يخرب بيت حظ. وبيلمح ريو مكان فاضي وبيطلب من كاف انه يستخبى في المكان ده لحد يفكروا يتصرفوا ازاي، ولكن كاف بيقطعه بيقول له انه حاسس بحاجه بتقرب منهم. فرينو بيقول له لا ما تقوليش انهم بتوع قوات الدفاع. فكاف بيعرف ان الحاجه اللي هو حاسس بيها جايه من تحت الارض. وخلال لحظات بيحصل انفجار في منطقه قريبه منهم وبيظهر وحش جديد في المكان. واول ما اشاره الوحش الجديد بتوصل للفرقه الثالثه اللي بتطارد كاف، بتقرر مينا انها تقسم الفرقه لمجموعتين، مجموعه تكمل مطارده لكاف والمجموعه الثانيه هتطارد الوحش الجديد اللي ظهر. وبنرجع لكاف اللي بيكون واقف جنب رينو وبيفهم ان الوحش اللي ظهر ده زي الوحش اللي هاجمه قبل كده. فرينو بيستغرب ازاي هو قدر يعرف المعلومات دي من غير ما يشوف الوحش اساسا، وبيقول انه بكده عدد الجنود اللي بيطردوهم هيقل ودي فرصه كاف علشان يهرب ويستخبى منهم. وبما ان السكان كلهم اخلوا المنطقه من اول ما صفارات الانذار اشتغلت فمفيش حد موجود ومش هيبقى فيه اي ضحايا للوحش اللي لسه ظاهر. وبيسمع كاف كلام رينو وبيجري علشان يستخبى في مكان قريب وفي بيت من البيوت المدمره بسبب ظهور الوحش. بنشوف بنت صغيره بتعيط وبتحاول تساعد امها اللي محشوره تحت دولاب كبير وقع عليها، وما بتطلب منها تهرب من المكان بسرعه قبل ما الوحش يظهر ويهاجمها، ولكن البنت بترفض تهرب وبتكمل محاولتها اليائسه في مساعده امها. في اللحظه دي بيظهر الوحش اللي اول ما بيشوفهم بيدمر البيت بضربه من ايده، وبيفتح بقه علشان ياكل البنت الصغيره اللي بتعيط بشكل هستيري، وامها بتدعي ان معجزه تحصل وتنقذ بنتها من الوحش ده. وقبل ما الوحش ياكل البنت بلحظات بيتصدموا كلهم لما كاف بيظهر وبيدي الوحش بوكس بيطيره، وبيبص لايده وهو مش مصدق مدى القوه اللي عنده، وبيقرب من البنت علشان يطمن عليها ولكنها بتبقى قلقانه وخايفه منه بسبب شكله. ولما كاف بيلاحظ انها خايفه بتقرر انه يبتسم نفس الابتسامه اللي جاب للراجل العجوز سكته قلبيه بسببها، وبتكون النتيجه ان البنت الصغيره بتموت نفسها من العياط. ولحسن الحظ رينو بيوصل علشان يطمن على البنت اللي كانت هتموت من الرعب بسبب غباء كاف. وبعد شويه كاف بيخرج ام البنت من تحت الدولاب ولكنها بيكون مغمى عليها بسبب اصابتها، وبيتفاجئوا كلهم ان الوحش رجع من جديد. فكاف بيطلب من رينو ان ياخد البنت وامها ويبعدوا عنه. ولما رينو بيساله هتعمل ايه مجنون، كاف بيعرفه انه هيضرب الوحش ده بكل قوته. فرينو بياخد البنت وامها وبيبعدوا عن المكان بسرعه، وبيجمع كاف كل قوته وبتظهر حوالين جسمه شرارات كهربائيه، واول ما بيضرب الوحش بيطير في الجو وجسمه بينفجر ودمه بيغطي المكان، وبتبان الصدمه على كل الموجودين واقولهم كاف اللي بيفضل متجمد مكانه مش مصدق مدى القوه اللي عنده. ورينو بيقول له اوعى تتجنن وتفكر تهاجم حد بقوتك دي والا هتخليهم يتبخروا. وبيلف كاف وشه وبيشرح للبنت الصغيره انهم ياخدوه امها للمستشفى، ولكنها بتستخبي ورا رينو وبخوف من شكل كاف المخيف اساسا، ده غير الدم اللي مغطيه ومخليه مخيف اكتر. فبيقرب منها بهدوء وبيطمنها انه هيمشي من المكان وقوات الدفاع هتيجي تساعدها هي وامها، مفيش داعي للخوف. ووقت ما بيمشي من المكان بيتفاجئ كاف ان البنت بتنادي عليه وبتشكره. في اللحظه دي بيفتكر كاف كلامه مع مينا وهم صغيرين ووعدوا ليها انهم يحاربوا الوحوش مع بعض، وللحظات بيتهيأ له انه حقق وعده انهم واقفين جنب بعض وبيحاربوا الوحوش فعلا. وبيقطع تفكيره صوت رينو اللي بيبلغه انه كلم الاسعاف هيوصله قريب جدا. فكاف بيفهمه انه مش هيستسلم ويحاول يحقق حلمه وينضم لقوات الدفاع علشان يوفي بوعده لمينا. وبيتصدم رينو لما بيشوف ان راس كاف رجعت لطبيعتها من جديد. وبعد شويه بتوصل قوات الدفاع للمكان وعلى راسهم مينا، وبيتفحصوا المكان وهم مستغربين اللي حصل علشان يلاقوا جثه الوحش متفرتكه بالشكل ده. وبتقرب مينا من البنت الصغيره وبتسالها ايه اللي حصل هنا، وبتحس البنت بالخوف لما بتفتكر الوحش اللي كان هياكلها، ولكن مينا بتطمنها وبتقول لها ما تخافيش علشان انا هقتل كل الوحوش. فالبنت الصغيره بتحس بالامان، ولما بتفكر شويه بتطلب من مينا انها ما تهاجمش الوحش الطيب اللي انقذها هي وامها، وبتتجمد مينا مكانها وهي مش مصدقه كلام البنت الصغيره. وبعد 3 شهور بنشوف صوره ابتسامه كاف وهو متحول لوحش منوره الشاشات بتاعت قنوات الاخبار كلها. والمذيع بيقول ان قوات الدفاع لسه بتدور على الوحش اللي ظهر من 3 شهور ولسه ما لقوش اي اثر، وبيقول ان قوات الدفاع اطلقوا عليه لقب الوحش رقم 8.
اوكرانيا، وبنشوف فريق التنظيف قاعدين بيشوفوا الاخبار وهم مش مصدقين ازاي قوات الدفاع لسه ما مسكوش رقم 8، ورينو بيبقى واقف وراهم ومش مصدق الفوضى اللي حصلت بسبب تصرفات كاف، وانه اول وحش في التاريخ يهرب من قوات الدفاع المده دي كلها لدرجه ان القبض عليه بقى هدف من قوات الدفاع كلها. في اللحظه دي المدير بينادي على رينو بيبلغه ان في رساله وصلت له هو وكاف النهارده، وبيطلب منه يسلم كاف الرساله بتاعته علشان هو راح مكان الشغل بدري. وبنعرف ان الرساله اللي وصلت لهم هي نتائج اختبار قوات الدفاع، وكاف بيقدم كل سنه وبيفشل في الاختبار، وزمايله بيضطروا انهم يخرجوه من حاله الاكتئاب اللي بتجيله. ولما رينو بيفتح الظرف بتاعه بيعرف انه نجح في اول مرحله من الاختبار، وبنشوف رينو بيجري علشان يسلم الظرف بتاع كاف، ولكن الفضول بيسيطر عليه فبيقرر يفتح الظرف ويشوف النتيجه بتاعته. ولما بيتاكد ان كاف نجح هو كمان في اول مرحله بيجري بسرعه والفرحه باينه على وشه علشان يبلغ كاف. واول ما رينو بيوصل لمكان كاف اللي قاعد يفطر بيعرف انه نجح في المرحله الاولى، فكاف بيلف وشه ومتحول بيقول له احلف كده، وبيصدم رينو من غباء كاف اللي متحول لوحش في مكان زي ده، وبيضربه وبيقول له يا عم انت عايز تشلني، ايه اللي انت بتعمله ده؟ فكاف بيقول له مش بدري شويه على الهزار بتاعك ده. فرينو بيعرف ان وشه متحول، فكاف بيغير وشه بسرعه وبيشرح لرينو انه ما يقدرش يتحكم في تحوله طول الوقت، ولكن في مشكله بسيطه وهي ان اسنانه لسه ما رجعتش لشكلها الطبيعي. فرينو بيزعق له وبيعرف ان صورته بقت في كل مكان ولازم يخلي باله والا قوات الدفاع هتشلوحه. وبنعرف انهم قدروا يخدعوا الناس في المستشفى بحجه انهم هربوا اول ما الوحش ظهر، ولكن هل هيقدروا يحافظوا على السر ده للنهايه؟ الله اعلم. وبعد ما كاف بيرجع لشكله العادي رينو بيسلمه الظرف بتاعه، وكاف بيبص عليه وبيرجع مكانه من غير اي تاثر. فرينو بيستغرب وبيقول له انه كان متوقع انه يبقى فرحان اكتر من كده بنجاحه. فكاف بيجاوبه بفخر انه بينجح في كل مره في المرحله الاولى ولكنه بيفشل في المرحله الثانيه من الاختبار. ورينو بيبص له ويندهش وبيقول له نفسي اعرف دماغك دي شغاله ازاي، ولا هتلاقيها ولا شغاله ولا حاجه. ولما رينو بيسال كاف اذا كان متاكد انه يشارك في المرحله الثانيه لان المكان هيكون مليان بقوات الدفاع اللي هيقتلوه اول ما يعرفوا انه وحش، فكاف بيجاوبه بكل ثقه ومتحول ان مفيش حد هيقدر يكشف انه وحش. فرينو بيقول له طب الغي التحول بتاعك على الاقل قبل ما تتكلم. وبيقوم كاف من مكانه بيعرف رينو انه بقاله 3 شهور بيبذل كل جهده علشان يتحكم في جسمه، وبالرغم من كده الا انه لسه ما وصلش لطريقه يلغي بيها التحول ده. وبما ان عنده 32 سنه ودي اخر فرصه ليه علشان يحقق حلمه وينضم لقوات الدفاع، فهو مش هيسمح لاي حاجه من انها تمنعه من تحقيق حلمه. وقتها رينو بيقوم من مكانه بيقول له تمام، بس خليك عارف انك لو حصل لك حاجه فانا ما اعرفكش، وطول ما احنا في الاختبار فاحنا خصوم لحد النهايه. فكاف بيفوق على كلامه بيقول له اكيد طبعا، امال انت فاكر ايه؟ وبيحاول كاف انه يفتح ازازه الميه اللي في ايده ولكنه مش بيعرف، فبيتحول وبيكسر الازازه. في اللحظه دي رينو بيقول له تصدق انا راجل واطي اني صدقت كلامك اصلا، ولما نروح الامتحان انا اللي هبلغ عنك بنفسي. فكاف بيمسك في رجله وبيقول له بلاش وحيات امك بلاش، ورينو بيسيبه وبيمشي علشان يغير هدومه ويستعد للشغل. ولما كاف بيطمن ان رينو مشي بيقول انه كان خايف ان رينو ينجح ولا ساعتها مش هيقدر يبص في عينه. وبعد 10 ايام بنشوفهم هما الاثنين في مكان الاختبار في مقر قوات الدفاع في غرب طوكيو، واول ما بينزلوا من العربيه بيصدم رينو من ضخامه المكان. فكاف بيشرح له بفخر ان المقر ده مشترك مع الجيش، ولو اي حاجه حصلت فقوات الدفاع والجيش بيتعاونوا مع بعض علشان يحموا المنطقه. فرينو بيقول له طبعا انا مش محتاج اقول لك اللي هيحصل لك لو اتحولت هنا، فلم نفسك علشان اليوم يعدي على خير. وكاف بيرد عليه بيقول له يا حبيبي ده اللي يخاف من العفريت يطلع له، وخليك روح وتعالى نسجل اسامينا بما اننا وصلنا بدري شويه. في اللحظه دي رينو بيفكر كاف ان في حد بينادي عليه، ولما كاف بيلف وشه بيلاقي بنت صغيره شقره بتكلمه بتقول له بقالي ساعه بنادي عليك. فكاف بيقول لها انت كنت بتنادي على راجل كبير وانا عندي 32 سنه، يبقى هعرف منين انك بتكلميني انا؟ فالبنت بتقول له ما انت كبير فعلا وانا عامله على مشاعرك ومش راضيه اقول لك يا عجوز. وبيبص كاف لرينو بيقول له ما تبصليش علشان هي معاها حق في كلامها وانت عارف. ووسط ما كاف بيفكر في كرامته اللي راحت على الارض من شويه بيقول ياه على غدر الصحاب. البنت بتشاور على العربيه بتاعتهم وتقول له شيل صفيحه الخرده بتاعتك دي من مكانها علشان انا عايز اركن عربيتي هنا. فكاف بيزعلها وبيقول لها الباركنج الفاضي ده اللي يكفي طياره مش مالي عينيك ولا ايه؟ فبتشاور له على المكان اللي هو راكن فيه وبتقول له ان رقم 5 هو رقم حظها النهارده. فبيقول لها رقم حظ مين؟ ايه شغل العيال ده؟ يلا يا شاطره ارجع للمدرسه علشان زمانهم بيدوروا عليكي. ولكن البنت بتقول له خلاص طالما انت مش هتنقل عربيتك يبقى انقلها لك انا، وبتقلع الجاكيت اللي هي لابساه وبيبان تحته بدله زي بتاع قوات الدفاع، وبتقرب من العربيه بتاعت كاف وبتشيلها بايد واحده وبترميها على الارض قدام كاف ورينو اللي اتجمدوا مكانهم من الصدمه. ولما بيفوق كاف من صدمته بيقول لها يخرب بيتك هنروح في داهيه، دي عربيه الشركه ولسه عليها اقساط. وطبعا البنت بتطنش كاف وبتعرفه من رقمها في الاختبار هو 2016 واسمها هو شينوما كيكورا وهويتها وقتل الوحوش. وبتقرب من كاف وبتقول له انت ريحتك شبه ريحه الوحوش كده ليه؟ بنشوف في الحلقه الجديده رينو بيشرح لكيكورا انهم شغالين في فريق تنظيف جثث الوحوش وعلشان كده ريحتهم زي الوحوش. في الوقت ده كاف بيسيبهم بيتكلموا مع بعض وبيروح علشان يهدي العربيه اللي كيكورا كسرتها،
وبتبان الصدمة على وش كوكورا اللي بتستغرب ازاي كاف قدر يحرك العربية اللي وزنها اكتر من طن، وبتخمن ان هو كمان اكيد لابس بدلة قتالية زي اللي هي لابساها. وكاف بيبص لها بغرور وبيقول لها اسمي كاف، اوعى تنسي يا شاطرة ونتقابل في الامتحان. وبالحش كاف يخلص كلامه لان السواق اللي مع كيكورا بيستغل الفرصة وبيركن عربيته مكان كاف. وكيكورا بتبص لكاف وبتقول له ده انا هعمل وشك ممسحة في الامتحان بس استنى عليا، وبتسيبه وبتمشي هي والسواق والحارس بتوعها. ولما كيكورا بتمشي رينو بيمسك كاف غسيل ومكوى كده علشان يتحول رغم انه مأكد عليه ما يتحولش. فكاف بيبرر موقفه بانه حول جزء بسيط بس من جسمه علشان يقدر يشيل العربية، ده غير انه محدش شافه اصلا. وقتها رينو بيزعق له بيقول له لو عاوز تنتحر عرفني وانا هقول للجنود اللي حوالينا يحققوا لك امنيتك. في اللحظة دي الجنود القريبين منهم بيسألوهم صوتهم عالي ليه، فكاف بيرد عليهم بسرعة ان مفيش حاجة والدنيا تمام. واول ما الجنود بيمشوا رينو بيبص لكاف وبيقول له اعمل في حسابك اول ما تتحول بص وربنا لبلغ عنك. فكاف بيقول له خلاص يا عم بقى لو اعرف انك بتقفش بسرعة كده ما كنتش جيت معاك. وبيبقوا قدام مبنى الاختبار وكاف بيقول في نفسه ان دي اخر فرصة ليه علشان ينضم لقوات الدفاع ومستحيل يضيعها. وبعد شوية بنلاقي كاف مش قادر ياخد نفسه وبيزحف تحت اسلاك شائكة هو وباقي المتسابقين، وبيقول في نفسه امال لو ما كنتش بتدرب كل يوم ده غير شغل العبيد اللي بتفحت فيه طول اليوم ده كان ايه اللي حصل. بنرجع بالزمن لورا وبنشوف رينو وكاف بيجهزوا الاختبار اللي هيدخلوه، ورينو بيشرح لكاف ان الاختبار التاني بيكون من جزئين، جزء اللياقة بدنية وجزء اختبار قدرات. واختبار اللياقة البدنية هو فرصتهم علشان يجيبوا درجات عالية بما انهم ما يعرفوش اي حاجة عن اختبار القدرات. وبنرجع من جديد لكاف اللي بيعاني في اختبار اللياقة البدنية وبيبقى هيقع وهو بيعمل تمرين العقلة، وبيستغرب من الوضع اللي هو فيه على الرغم انه بيتدرب طول الوقت مع الشغل بتاعه، وبيقول انا شكلي كبرت وعجزت بدري. وبنشوفه مش قادر يتحرك وبيخلص اختبار اللياقة البدنية بالعافية. واول ما الاختبار بيخلص بيقع على الارض ومش قادر يتنفس، وبنعرف ان ترتيبه هو ال 219 من 225 يعني يعتبر ما نجحش اساسا. في اللحظة دي بتظهر كيكورا قدامه وبتوريله ان ترتيبها الخامس وبتضحك وبتقوله بتحط نفسكم في مواقف بايخة. وقتها كاف بيفتكر الكلام اللي قاله قبل الامتحان وبيتمنى الارض تتشق وتبلعه علشان ينقذ نفسه من الاحراج اللي هو فيه. ولما كيكورا بتمشي رينو بيقرب من كاف وبيشكره لانه ما تحولش واستخدم قوته في الاختبار. فكاف بيقوم من مكانه بيفهمه ان كل الموجودين في الاختبار بيبذلوا كل جهدهم علشان ينجحوا ومش من العدل انه يغش ويستخدم قوته. فرينو بيحترم كاف وبيقول له انه طلع عنده ضمير على عكس ما هو كان فاكر. وقبل ما يخلص كلامه كاف بيعيط وبيقول له يا ريتني كنت استخدمت قوتي بدل ما البت تهزقني كل شويه. فرينو بيقول يا عم استهدى بالله شويه كده وبطل عبط، ضحكت ناس علينا. وعلى الجانب الثاني بنشوف مينا قاعده بتشتغل في مكتبها وبيدخل النائب بتاعها وبيسلمها ملفات المتسابقين اللي متقدمين في اختبار قوات الدفاع، وبيقول لها ان في متسابقين كتير جم السنه دي على غير العاده. وبتقلب مينا الورق ولما بتلمح صوره كاف بتطلب من النائب بتاعها يكمل كلامه. وبنرجع لكاف ورينو اللي بيبلغ كاف شويه معلومات عن المتسابقين اللي معاهم اللي فرصتهم في النجاح كبيره على عكسه هو. واول واحد من المتسابقين جذبوا انتباهه اسمه هاروتشي، واللي اتخرج الاول على دفعته من جامعه طوكيو للقضاء على الوحوش وترتيبه الثاني في اختبار اللياقه البدنيه. وتاني واحد هو فوروهاتشي اللي ترتيبه الثالث وده معاه توصيه من كليه هاتشي. والثالث هو كوجوراكي اللي كان ترتيبه الاول وبنعرف انه كان في مدرسه عسكريه تبع الجيش وكان متفوق جدا، وبرغم كل ده رفض انه يتعين في الجيش علشان ينضم لقوات الدفاع، ده غير طبعا باقي المتسابقين اللي فيه منهم عدد كبير جدا من الكليات والمدارس العسكريه. واخيرا وليس اخيرا اكتر شخص مرشح انه ينجح في الامتحان والانظار كلها عليه هي كيكورا اللي كل ما تشوف كاف تمسح بيه الارض. وبنعرف انها عبقريه وموهوبه واتخرجت الاولى على دفعتها من كليه في كاليفورنيا للقضاء على الوحوش، كل ده وهي عندها 16 سنه بس. وبنشوف نظرات التحدي على وش باقي المتسابقين اول ما بيشوفوا كيكورا، وبيكمل رينو كلامه بيقول لكاف ان المتسابقين السنه دي كلهم موهوبين ومتميزين جدا والاحسن ان نحمد ربنا انه ما طلعش الاخير. في اللحظه دي بتظهر كيكورا بتقول لكاف بغرور اخيرا عرفت مدى عبقريتي. فكاف بيمسكها من كتفها ومش مصدق انها طلعت موهوبه بجد. ومن غير اي تاخير بيجي الحراس بتاع كيكورا بيعملوا من وش كاف جزامه علشان قرب منها، وكيكورا بتضحك عليه وبتقول له ده انا كده علمت عليك مرتين لحد دلوقتي النهارده، وبتسيبه وبتمشي. وبيقعد كاف يندب حظه اللي رمى الراميه السوداء دي. ولكن رينو بيطمنه لان السنين اللي فاتوا اختبار القدرات كان عباره عن التخلص من جثه وحش. فكاف بيقول له ازاي يا جدع، ورينو بيكمل كلامه انهم بيعملوا كده علشان يختبروا مدى معرفه المتسابقين بالوحوش وقدرتهم على العمل كفريق، ويعرفوهم ان في حاجات مهمه في شغلهم غير انهم يقتلوا الوحوش وخلاص، وده السبب اللي خلى رينو يتدرب مع فريق التنظيف طول المده اللي فاتت دي. فكاف بيقوم بكل حماس بعد ما ضمن انه هيجيب درجه حلوه في اختبار القدرات. وبعد شويه بنلاقي المتسابقين كلهم واقفين قدام باب ضخم، ونائب الفرقه الثالثه اللي اسمه سوشيرو واقف قدامهم وبيعرفهم ان هو المسؤول عن اختبار القدرات السنه
عادي، والباب اللي وراه ده هو المكان اللي الاختبار هيتم فيه، وبيفتح الباب وبيقول لهم بابتسامة عريضة ان اختبار القدرات دي هيكون عبارة عن قتلهم للوحوش. وبنشوف الصدمة على وش كاف ورينو اللي املهم في النجاح اتبخر، وسط ما هم واقفين بيتفاجئوا بواحد من الوحوش اللي موجودة ورا الباب بيجري ناحيتهم وبيهجم على سوشيرو، ولكن سوشيرو ما بيتحركش من مكانه. واول ما الوحش بيوصل عند الباب بتظهر قضبان حديد بتحبس الوحش ده غير الجنود اللي بيكونوا مستعدين ومحوطين المكان، وبيقع كاف على الارض من الرعب والصدمة، وكيكورا بتبص عليه وبتضحك، فكاف بيقوم يفش غله في رينو اللي عشمه وغدر بيه وبيقول له هو ده يا اسطى اللي هنقطع شويه جثث. فرينو بيقول له وانا مالي يا عم، انا زيك وكل اللي انا قلته انهم عملوا كده السنين اللي فاتت. وبنسيبهم وبنرجع لسوشيرو اللي بيكمل كلامه وبيشرح للمتسابقين ان كلهم هيلبسوا بدلات قتاليه قبل ما يواجهوا الوحوش. وبنشوف كاف واقف بيتامل البدله القتاليه اللي اول مره يشوفها في حياته، وجنبه رينو اللي لبس البدله ومش مصدق نفسه، لانه اول ما لبس البدله القتاليه بدات تعدل نفسها تلقائيا علشان تناسب حجمه بالظبط، ده غير انه حاسس ان قوته زادت بمراحل وان البدله بقت جزء من جسمه. والسوشيرو بيعرف المتسابقين ان البدله دي هي نفسها اللي قوات الدفاع بيستخدموها في قتال الوحوش، ومصنوعه من مواد وانسجه من جسم الوحش، وعلشان كده بتزود قوه اللي بيستخدمها بشكل كبير جدا. ولحد دلوقتي البدله دي هي افضل سلاح البشر صنعوه لمواجهه الوحوش. على الجانب الثاني بنشوف كونومي من قسم المراقبه بتقيس مدى توافق كل واحد من المتسابقين مع البدله اللي هو لابسها، وكل ما نسبه التوافق تزيد كل ما قوه البدله هتزيد. بنعرف ان رينو نسبه توافقه هي 8%، ونسبه هاروتشي هي 18%، ونسبه كاجوراكي 15%، ونسبه فروهاتشي 14%. وسوشيرو بيعرفوا ان النسبه دي عباره عن مدى القوه اللي يقدروا يستخدموها من قوه البدله، ومعظم الجنود في قوات الدفاع بيقدروا يستخدموا حوالي 20% من قوه البدله. وكونومي بتقول ان وجود متسابق واحد اعلى من 10% يعتبر انجاز، فما بالك بقى من 3 لحد دلوقتي. وقبل ما الكلام يخلص بتبان الصدمه لما بنشوف كيكورا وهي 46%، وسوشيرو اللي كان مبتسم طول الوقت بيقول هو مش مصدق نفسه ان نسبه كيكورا قريبه جدا من مستوى قائده الفرقه من قوات الدفاع، وفي اجماع من كل الموجودين ان موهبه كيكورا خارقه للطبيعه. وبنشوف رينو متضايق ان نسبته 8% بس، وسوشيرو بيطمنه ان النسبه دي طبيعيه جدا، وان طالما نسبته مش صفر فهو هينجح في الاختبار، وانه طول الفتره اللي قضاها في قوات الدفاع عمره ما شاف حد بنسبه صفر. وقبل ما خلص كلامه كونومي بتقول هي مش مصدقه نفسها ان كاف نسبته صفر. وقتها سوشيرو بيموت على نفسه من الضحك لما بيشوف كاف اللي عروقه هتنفجر وهو بيحاول يزود نسبته باي طريقه، وكيكورا ببص على كاف وبتقول له احسن لك تبطل لعب وتظهر القوه اللي انت وريتها لي قبل الامتحان والا هتسقط. وخلال ثواني بيظهر سوشيرو بيبلغ الموجودين الاختبار هيبدا كمان شويه. وبعد شويه بنشوف سوشيرو بيكلم المتسابقين اللي واقفين قدام منظمه الاختبار اللي كلها مباني متدمره، وبيعرفوا من المنطقه فيها 37 وحش، 36 وحش منهم ضعاف تصنيفهم هو يو جي، ووحش واحد قوي تصنيفه هونج. والوحوش دي قتلوا 16 واحد السنه اللي فاتت، وقوات الدفاع قبضوا عليهم علشان يستخدموهم في التدريب. كل اللي عليهم انهم يحاربوا الوحوش دي ويقضوا عليها، وطول مده الاختبار هيراقبوا الدرون، وفي حاله الخطر هيفعلوا الدرع الموجود في البدله القتاليه بس علشان يحموهم. ولكن تفعيل الدرع معناه فشل الشخص اللي درعه اتفعل، وبرغم كل الاحتياطات دي فهو ما يقدرش يضمن ان مفيش حد منهم هيموت، ولو ما عندهمش مشكله مع كلامه يقدروا يبداوا دلوقتي. واول ما بيخلص كلامه بيدخل المتسابقين كلهم لمكان الاختبار، وبنشوف تفوق واضح جدا لكيكورا اللي بتتحرك بشكل اسرع من الباقيين، وبتقضي على وحشين يوجو في لمح البصر وسط دهشه واعجاب كل الموجودين. وعلى الجانب الثاني بنلاقي كاف بيقول لرينو يلا يا اسطى بسرعه اوعى تعطلنا، ورينو بيقول له لا يا راجل، لا على اساس ان انا اللي مش عارف اتحرك خطوه من مكاني. فكاف بيرد عليه وبيجر سلاح وراه حرفيا وبيقول له لما تبقى نسبتك صفر زي هتعرف ان الاسلحه دي تقيله جدا، ورينو بيقول له مش وقت هزارك ده وركز معايا علشان مستقبلنا هيضيع الله يخرب بيتك. في اللحظه دي سوشيرو بيبلغ كل المتسابقين ان مينا موجوده بتتفرج على الاختبار، فكاف بيفتكر وعده ليها وبيفوق لنفسه وبيخرج من وضع الكلاون اللي هو عايش فيه ده، وبيقول لرينو تفتكر ايه سبب مراقبتهم لينا بالدرون طول الوقت؟ فرينو بيفكر شويه وبيجاوب انهم لو كانوا عاوزين يعرفوا عدد الوحوش اللي قتلوها فما فيش داعي للدرون لانهم هيعرفوا من البدله. وكاف بياكد على كلام رينو بيقول له انهم عاوزين يقيموا طريقتهم في التعامل مع المواقف وعملهم الجماعي، وطالما هم مش هيقدروا يقتلوا الوحوش بسبب ضعف قوتهم الهجوميه فاحسن حاجه يعملوها انهم يساعدوا حد قوته الهجوميه عاليه ويقدر يقتل الوحوش. واول ما كاف بيخلص كلامه بيرمي البندقيه اللي ما كانش قادر يشيلها وبيطلع مسدس
الصغير، وبيجري هو ورينو بكل سرعتهم علشان يلحقوا باقي المتسابقين. وبعد مده قصيره بيلاقي هيروتشي وكاجوراجي بيهاجموا وحش من اليوجو ومش عارفين يقتلوه، فبيستخبوا في مكان قريب علشان يراقبوا الوضع ويساعدوهم. وبيراقب كاف الوحش وهو مستخبي وبيفتكر انه اشتغل قبل كده في وحش زيه، واول ما كاف بيفتكر نقطه ضعف الوحش بيتحرك من مكانه بسرعه وبيرمي قنبله صوت على الوحش اللي بيفقد توازنه للحظه لما القنبله بتنفجر. فكاف بيشرح لهم ان النوع ده من الوحوش نظره ضعيف ولكن سمعه قوي جدا، وعلشان كده قنبله الصوت هي افضل حل للتعامل معاه. وبيطلب منهم انهم يضربوه على بطن الوحش لان دي اضعف منطقه في جسمه. فهوروتشي بيتردد شويه ولكن بينفذ كلام كاف وبيقضي على الوحش في ثواني. وبعد ما هوروتشي بيشكرهم بيكملوا طريقهم علشان يساعدوا حد تاني. وفي طريق كاف بيقول لرينو انا قطعت جثث وحوش بعدد شعر راسي وانا اعرف كل حاجه عنهم وهنجح في الاختبار دي من غير ما اتحول واستخدم قوتي وهعوض كل المرات اللي فشلت فيها. فرينو بيقول له قشطه انا اللي هرمي القنبله الجايه. وسط ما هم ماشيين بيتفاجئ كاف بوحش كان مستخبي هجم عليهم وكسر له جسمه. ولما كاف بيفتكر كلام سوشيرو ان تفعيل الدرع بتاعه معناه انه فشل، بيحاول بكل قوته يقوم من مكانه قبل ما الوحش يهجم عليه والدرع بتاعه يتفعل، ولكن بيكتشف ان رجله اتكسرت بسبب هجوم الوحش عليه. وبرغم كده بيحاول يقوم من مكانه علشان مينا ما تشوفهوش في حاله الضعف دي، ولكن من غير اي نتيجه. في الوقت ده كان الوحش خلاص هياكل كاف، وكونومي بتستعد علشان تفعل الدرع قبل ما كاف يتاكل. وسوشيرو بيقول في سره انه كان عارف ان كاف اول واحد هيفشل ولكن مش بالسرعه دي. وبيتفاجئوا كلهم بكيكورا اللي بتظهر وبتفرتك الوحش وبتبص لكاف وبتقول له كده دي تالت مره والتالته تبته، ولسه بيفتح بقه علشان يشكرها ولكنها بتقطع وبتقول له كمل زحفك كده على الارض زي الدوده وانا هروح اقضي على باقي الوحوش الضعيفه دي، وبتسيبه في نص هدومه وبتمشي. على الجنب التاني بنشوف هاروتشي وفوراتشي بيتخانقوا مين اللي هيقتل الوحش الاول، الا انهم بيتفاجئوا بكيكورا اللي طلعت من تحت الارض وقتلت الوحش وطارت حرفيا. وبيتصدموا كلهم لدرجه انهم ما بيبقوش مصدقين انهم بيستخدموا نفس البدله، وطبعا الفرق الواضح في القوه دي بسبب توافق كورا العالي زي ما عرفنا قبل كده. بنرجع لكاف اللي بيزحف على الارض ومش عارف يقف على رجله المكسوره. وقتها سوشيرو بيكلمه وبيبلغه انهم عارفين انه مصاب وعنده اكتر من كسر في جسمه، في احتمال يكون عنده نزيف داخلي. وبيترسم الياس على وش كاف اللي بيسال نفسه هل حلمه وفرصته الاخيره هينتهوا هنا. ولما بيفتكر نسبه الصفر بتاعته بيقول بياس انه عمره ما هيقدر يحقق حلمه ويوفي بوعده لمينا، والحظ دايما بيكون مع الاشخاص الموهوبين على عكسه. وبيقطع تفكيره صوت سوشيرو اللي بيقترح عليه بصفته المشرف على الاختبار انه يستسلم احسن له لانه ما يضمنش حياته حتى لو استخدموا الدرع الموجود في البدله. فكاف بيقول بعزم انه هو الشخص الوحيد اللي هيقرر يستسلم ولا لا. وبيقف على رجله برغم الالم الشديد اللي هو حاسس بيه، وبيكمل كلامه انه عارف ان شكله غبي وهو بيطارد حلمه واحتمال كبير ما يتحققش، ولكن قرر انه يخاطر بحياته في سبيل يحقق حلمه. في اللحظه دي نسبه كاف اللي كانت 0% زادت وبقت 1%، وبيقول بكل اصرار انه مش هيستسلم مهما حصل. بنشوف كاف بيقف على رجله المكسوره برغم انه هيموت من الالم وسط دهشه رينو وباقي الموجودين. فسوتشيرو بيقول له خلاص خلاص تعالى واسيبك تكمل الامتحان عادي، ولكن لو حسيت ان في حاجه هشغل الدرع على طول. وبيوافق كاف على اقتراح سوتشيرو بما ان مفيش قدامه حل غير كده. وبيواجه كلامه لرينو بيطلب منه ما يشغلش نفسه بيه ويكمل الاختبار من غيره، ولكن رينو بيقول له الكلام ده مش هيحصل وانا مش هتحرك من غيرك. فكاف بيوافق لما بيتاكد انه مش هيعرف يغير راي رينو مهما عمل. وبعد شويه بنلاقي سوتشيرو ميت على نفسه من الضحك وهو بيتفرج على كاف اللي بيواجه رينو وهو راكب على كتفه كانه راكب حصان. فرينو بيقول له ابوس ايدك بلاش الافكار العبقريه بتاعتك دي تاني علشان كرامتنا بقت في النازل. فكاف بيقول له ماشي بس اهم حاجه دلوقتي تلحق كيكورا علشان نقدر نساعدها ونعمل اي حاجه تنجحنا في الامتحان. ومن غير اي تاخير رينو بيجري بكل سرعته علشان يوصل لمكان كيكورا. وعلى الجانب التاني بنشوف باقي المتسابقين بيواجهوا الوحوش اللي بتطلع من كل مكان. ووسط انشغالهم مع الوحوش بتظهر كيكورا وبتقضي على كل الوحوش الموجوده في لمح البصر وبتسيبهم وبتمشي. وبتفضل كيكورا تنتقل من مكان لمكان وتقتل الوحوش وسط انزعاج المتسابقين التانيين اللي مش عارفين يعملوا اي حاجه او يساعدوها حتى. وخلال لحظات بتوصل لاخر وحش يوجو في المنطقه وبتقضي عليه بعمود نور خلعته من الارض كده، وبتسيب المكان وبتروح عند المنطقه اللي فيها وحش هونجوجو الوحيد. وبتجري بكل سرعتها وبتنط من فوق مبنى متهدم وهي في الجو، بتسحب قنبله من حزامها وبترميها على الوحوش. وبيفقد الوحش توازنه بسبب الانفجار وبيضرب بايده في كل مكان بشكل عشوائي، ولكن كورا بتتفادى هجوم الوحش وبتقف فوق راسه وبتوجه سلاحها ناحيه بق الوحش المفتوح وبتفضي الخزنه كلها فيه وبتفرتكه كده. ومع موت الوحش كونومي بتعلن نهايه المرحله الاخيره ومعاها الاختبار. فكاف بيتجمد مكانه من الصدمه بسبب ان كيكورا خلصت على كل الوحوش لوحدها زي ما قالت له. وكونومي بيبص لسوتشيرو بتعرفه انهم يحتاجوا يسحبوا الدرونز اللي بتراقب المتسابقين ويدخلوا طقم الاسعاف علشان المصابين. فبيقول لها اه تمام، هو مش معاها اصلا ومركز مع كيكورا اللي ادائها عدى كل التوقعات. وبيصعب عليه انهم قعدوا وقت كتير يجهزوا في مكان الاختبار ويقبضوا على الوحوش، وكيكورا جت خلصت عليهم كلهم في نص ساعه بس.
ومينا اللي واقفه جنبه بتبدي اعجابها بقدرات كيكورا وانها اقوى مما كانوا مفكرين. فساتشيرو بيشرح لها انه كان متوقع ان في 30 واحد على الاقل يسقطوا في الامتحان واولهم كياف طبعا، ولكن كلهم نجحوا ده غير انهم خرجوا باقل قدر من الاصابات، وكل ده بفضل كيكورا. وبيقول ان ده شيء متوقع من بنت قائد الفرقه الاولى من قوات الدفاع، وبيتوقع لها مستقبل كبير في قوات الدفاع. على الجانب الثاني بتكون كيكورا واقفه بتاخد نفسها بعد ما خلصت الامتحان، وبتقول لنفسها ما اروح اتريق على كاف شويه، ومن غير اي مقدمات بيظهر وحش من وراها وهي مش حاسه بيه، وبتتفاجئ برصاصه بتخترق صدرها. بنروح بقى لكاف ورينو اللي بيبقوا واقعين على الارض وبيتكلموا عن قوه كيكورا الغير طبيعيه، ووسط ما هما بيتكلموا بيسمعوا صرخات المتسابقين حواليهم من كل مكان، بيتفاجئوا بقى ان الوحوش اللي كانت مقتوله من شويه رجعت للحياه مره ثانيه. بنرجع بقى لكيكورا اللي واقعه على الارض ونجت بعجوبه من اصابتها بسبب البدله القتاليه، وبتبص على الوحوش اللي جنبها على الارض وبتسال نفسها ايه ده وايه اللي جابها هنا، وبتتجمد مكانها من الصدمه لما الوحش اللي قدامها بيتكلم وبيقول لها ايه ده انت لسه عايشه، وبيلف الوحش وشه ناحيه الهونج اللي رجع للحياه من جديد وبيتحرك وبيطبطب عليه ولا كانه قطه صغيره. وفي نفس الوقت كيكورا بتتجاهل كل الاسئله اللي في دماغها عن الوضع الغير مفهوم اللي فيه حاليا، وبتصب كل تركيزها على انها تقضي على الوحش اللي قدامها الاول، وبتقوم من مكانها بسرعه اول ما جرحها بيتلائم، وبتوجه سلاحها ناحيه الوحش علشان تضربه، ولكن الوحش بيفتح عينه اللي شكلها مستفز ومخيف في نفس الوقت، وبيوجه صباعه ناحيه كيكورا اللي بتتفاجئ بطلقات خفيه بتخترق جسمها في اكتر من مكان، والوحش بيامر الهونج انه يمضغ كويس الاكل قبل ما يبلع فريسته، وبيكون قصده على كيكورا. على الجانب الثاني بنشوف مركز المراقبه في حاله ارتباك ومش عارفين ايه اللي بيحصل، خصوصا بعد ما جزء من الدرونز انسحبوا من المكان وصل لهم اشعارات ان كيكورا في خطر حاليا، ده غير بقى الوحوش اللي رجعت للحياه من غير سبب على حد علمهم وبتهاجم المتسابقين. والزياده على كل ده ان وحش الهونج قوته زادت بشكل كبير بعد ما رجع للحياه، ومستوى الصلابه بتاعه وصل ل 6.4 من 10. بيظهر الارتباك بوضوح على وش سويتشيرو واللي بيقول ان وحش بالقوه دي محتاج فريق كامل من الجنود علشان يقتلوه، ومفيش حد من الموجودين يقدر يواجه الوحش ده غير مينا. في اللحظه دي بتدخل مينا وبتامر كونومي بتفعيل دروع كل المتسابقين وانها ترجع الدرونز لمنطقه الاختبار، وبتامر سوتشيرو انه يتبعها علشان يقضوا على الوحوش. وبتنتشر صفارات الانذار في كل مكان من منطقه الاختبار، وبتوجه المتسابقين لاخلاء المكان والاتجاه لاقرب ملجا. طبعا المتسابقين ما بيكدبوش خبر وبيجروا كلهم علشان يهربوا من المكان، ولكن كيكورا اللي مصابه اصابات خطيره وبتوجه وحش هونج لقوته وزادت بشكل كبير جدا، بتقول ان مفيش وقت قدامها للاخلاء والكلام الفاضي ده لان عدد كبير جدا من الناس هيموتوا لو ما خلصتش على الوحوش اللي قدامها، وبتركز كل قدرات البدله العلاجيه على انها توقف النزيف بتاعها الاول، وبمجرد ما بتقدر تتحرك بتستعد علشان تحارب الوحوش، وكل اللي بيدور في تفكيرها انه طول ما هي موجوده في قلب المعركه مش هتسمح لحد انه يموت. بتفتكر كلام ابوها وبيطلب منها تكون مثاليه في كل حاجه بتعملها لانها هي اللي هتشيل مستقبل البلد من بعده، وبتوجه سلاحها ناحيه الوحش وبتصرخ بكل غضب، ولكن الوحش بيضربها وبيرميها علشان تخبط في المبنى اللي وراها وهي شبه فاقده الوعي. وبتسرح كيكورا في ذكرياتها لما كانت في المدرسه الابتدائيه، وقتها كانت هي الاولى على المدرسه وصاحبتها اللي واقفه جنبها بتقول لها طلعت الاولى ازاي. كيكورا بتقول لها وهي فرحانه ان دي اقل حاجه عندها لانها بتطلع الاول كل سنه. في اللحظه دي ابو صاحبتها بيوصل للمكان وبيكلم بنته وبيمدحها انها نجحت وبيعرفها انه هيجيب لها هديه، وبيبان الحزن على وش كيكورا لما بتشوف كل الاطفال اللي حواليها اهاليهم بيحتفلوا معاهم بنجاحهم في الوقت اللي هي فيه لوحدها ومفيش حد جنبها غير السواق بتاعها، اللي بيبلغها ان ابوها يوصل البيت النهارده، وكده يفرح لما يعرف انها طلعت الاولى على المدرسه. فكيكورا بتلف وشها وبتبتسم ببراءه لما بتسمع كلام السواق، ولما بتوصل البيت بتتصدم من تصرفات ابوها اللي بيقول لها ان نجاحها ده مش حاجه تستحق الفرح، وان سعادتها بالنجاح الصغير ده هيكون سبب لفشلها في المستقبل، والاحسن انها تستعد لهدفها اللي جاي. وبيعرفها انها لازم تكون مثاليه في كل حاجه لان مستقبل البلد معتمد عليها وعلشان خاطر امها اللي ماتت. فبتسمع كلام والحزن ظاهر على وشه. بنرجع بقى للحاضر وبنشوف كيكورا بتحارب الوحوش رغم اصابتها وكل اللي في دماغها وانها تنفذ كلام ابوها، ولكن الوحش بيضربها بايده وبيلزقها في الارض، وبتحاول انها تقوم من مكانها ولكنها بتصعق لما بتكتشف ان دراعها ممزق حرفيا، وبتصرخ بكل الم. وفي نفس اللحظه بيوصل الدرون لمكان كيكورا، وكونومي بيبلغ مينا وسيتشيرو ان كيكورا كانت بتحارب الوحش وهي حاليا مصابه ومش في وضع يسمح لها بالقتال ابدا، ده غير ان الوحش بيجمع كل طاقته وبيستعد علشان يقضي عليها. وبيزود سيتشيرو ومينا سرعتهم علشان يحاولوا يلحقوا كيكورا قبل ما الوحش يقتلها. في الوقت ده كيكورا بتكون واقعه على الارض ومستسلمه لنهايتها الحتميه، وبتبكي وبتعتذر لابوها لانها ما عرفتش تنفذ كلامه وتكون مثاليه زي ما هو كان عايز. في اللحظه دي بتتفاجئ بكاف اللي بيقول لها انت عملتي اللي عليكي وكفايه. وقبل ما كيكورا تستوعب اللي بيحصل كان الوحش خلص تجميع طاقته بيدمر المكان كله
كله بهجومه. وبرغم الانفجار الضخم الا ان كيكورا ما بتتاثرش باي حاجه وبتستغرب انها لسه عايشه. ما بتصدقش عينيها لما بتشوف كاف بيتحول لوحش قدامها وبيعرفها ان باقي المتسابقين اخلوا المكان بسبب تعطيلها للوحش. على الجانب الثاني بنشوف روهاتشي بيساعد في عمليه الاخلاء وبيسال ايه سبب الانفجار اللي حس بيه ده، وفي نفس الوقت كاجوراكي بيستخدم مسدس شعلات ضوئيه علشان يوجه المتسابقين لمكان المخبأ. وبنلاقي رينو بيجري بكل سرعته علشان يلحق كاف اللي سابه وخلع من اول ما الاخلاء بدا، وكل اللي بيفكر فيه انه يلحق المجنون ده لانه متاكد انه يتحول ويكشف نفسه. بنرجع مره ثانيه لكيكورا اللي مش مصدقه عينيها وبتقول لكاف بخوف انه كان وحش طول الوقت ده. بتتصدم لما كاف بيترمي ناحيه رجليها وبيترجاها انها ما تكشفش سره، وبيقول لها استري عليا يستر عليك ربنا. ووسط ما كاف كان خلاص فاضل له شويه وبوس رجليها علشان ما تكشفش سره، الوحش بيهاجمه من جديد، ولكن كاف بيصد هجوم الوحش بكل بساطه وبيعرف كيكورا انه يشرح لها الوضع بالتفصيل بس بعد ما يقتل الوحش ده. وفي نفس ذات اللحظه كونومي اللي بتراقب الاوضاع من على المبنى بالدرون بتبلغ صوت شيرو مينا ان الاجهزه لقطت اشاره جديده وقويه من مكان قريب من الوحش ده، وفي احتمال كبير جدا ان الاشاره دي بتاعت وحش جديد. فصوت شيرو بيسالها اذا كانت في امكانيه انهم يقدروا يشوفوا اللي بيحصل، وهي بتبلغه ان الانفجار عطل الدرون اللي في المكان ومش هيقدروا يشوفوا اي حاجه. وبتبان الصدمه على وشها لما بتشوف ان مستوى صلابه الوحش الجديد ده اللي ظهر هو 9.8. فصوت شيرو بيشرح لها ان اكيد ده عطل في الاجهزه عادي بسبب الانفجار، والا فالوحش اللي ظهر ده هو اقوى وحش ظهر في التاريخ. بنرجع بقى لكاف اللي بيجمع طاقته علشان يقضي على الوحش بضربه واحده، وبيظهر حواليه صواعق كهربائيه ضخمه، واول ما الوحش بيقرب كاف بيهجم عليه وبيضربه بالقوه والطاقه اللي جمعها. في اللحظه دي ايد كاف وايد الوحش بيتصدموا وبيحصل انفجار ضخم، وكاف بيمسح الوحش حرفيا من قوه هجومه. وبيقف كاف قدام الجزء المتبقي من الوحش وبيقول له بغرور حاول ترجع للحياه من جديد. واول ما جسم الوحش بيتحرك بيترمي كاف على الارض وبيعتذر للوحش وبيقول له انا اسف والله مش هعمل كده مره ثانيه. ولكن لحسن الحظ الوحش ما بيقدرش يرجع جسمه مره ثانيه. بتتفاجئ كيكورا ان كاف بيجري ناحيتها بسرعه وهيهاجمها، فبتغمض عينيها وهي خايفه، ولما بتفتح عينيها بتكتشف انه كان بينقذها من وحش بيهجم عليها. وبيلغي كاف تحول وشه وبيقول لها الحمد لله انك بخير، ولكن اهم حاجه انك تحافظي على نفسك وتبطلي التهور بالطريقه الغبيه دي. في اللحظه دي بيظهر رينو بيضرب كاف وبيقول له قول لنفسك الاول. فكاف بيسال باستغراب ايه اللي جابه هنا، فرينو بيقول له طبعا انت لقيت فرصه علشان تتحول، ولا كاني بقالي ساعه بحذرك من انك هتموت لو اتكشفت. وبيحاول كاف انه يبرر موقفه انه كان عاوز يحول جزء واحد بس من جسمه زي ما عمل وهو شايل العربيه، ولكنه لما شاف الوحش قال ما بدهاش بقى وخرب الدنيا خالص. وبيقطعوا كلامهم لما كيكورا بيغمى عليها فبيجروا يطمنوا عليها. وبعد شويه بيوصل سوتشيرو مينا للمكان علشان يلاقوا المكان عباره عن حفره كبيره كلها دم واشلاء، وبيفحص سوتشيرو المكان شويه وبيقول انه شاف المنظر ده قبل كده ولكنه مش فاكر فين بالظبط. في اللحظه دي بيوصل بقى الفريق كونومي بيبلغهم ان رينو وكاف وكيكورا لسه واصلين المخبأ، وبكده كل المتسابقين نجحوا في الوصول للامان. فسوتشيرو بيبص على الدمار اللي حواليهم وبيقول ان كيكورا قويه ولكن مش للدرجه دي. ومينا بتاكد على كلامه وبتقول ان في حاجات كتير مش مفهومه بتحصل في المكان ده، خصوصا ان الوحوش رجعت للحياه من جديد ده غير حجم الدمار اللي قدامهم. وبتطلب من الجنود الموجودين انهم يجهزوا فرقه بحث وفرقه تنظف، وهي وسوتشيرو وهي قضى على الوحوش المتبقيه في المكان. في اللحظه دي سوتشيرو بيفتكر انه شاف المشهد ده قبل 3 شهور لما الوحش رقم 8 ظهر، وبيسال نفسه اذا كان الحادثتين ليهم علاقه ببعض. على الجانب الثاني بنشوف كاف رائد في المستشفى وزعلان انه كل شويه يتصاب ويدخل المستشفى، ورينو قاعد جنبه بيقطع له تفاح وبيعرفه انه حالته اتحسنت بشكل كبير وهيخرج كمان كام يوم، وبيطمنه انه حاله كيكورا مستقره ومفيش خطر عليها بسبب انهم استخدموا احدث الاجهزه علشان يعالجوها. فكاف بيقول له اها هم جايبين لها احدث الاجهزه وانا افضل متعذب هنا، وبيقطع كلامه لما ضلوعه بتوجعه بسبب حركته المفاجاه، ورينو بيقول له يا عم اتنيل انت كل اللي عندك كام كسر وهيتلموا، انما هي كان فاضلها شويه وتموت، واوعدك ان اول ما تتصاب اصابه كبيره زيها خليهم يعالجوك باحسن جهاز عندهم. في الوقت ده كاف بيقول لرينو انه بقاله زمن ما واجهش وحش قوي كده، والاحداث دي فكرته ان تحقيق حلمه مش حاجه سهله ابدا لان دايما في حد احسن منه في مجاله، ولكن كل ده مش مهم لانه حاسس ان الوضع ممتع، وبيشكر رينو على دماغه وتشجيعه ليه. ولما كاف بيخلص كلامه بتدخل مين الاوضه بعد ما كانت مستنيه بره وبتشكرهم انهم انقذوا كيكورا وبتسيبهم وبتمشي. فكاف فكر انه ينادي عليها ولكنه قرر انه يستنى لحد ما يتقبل ويبقى ضابط قوات الدفاع. على الجانب الثاني بنشوف كيكورا في العنايه المركزه وبتفوق، كل اللي بتفكر فيه هو ابوها. في اللحظه دي بيوصل شيتسيرو وبيقول لها خليكي زي ما انتي، وبيعرف انهم قتلوا كل الوحوش اللي رجعت للحياه، وبسبب قتلها للهونج مفيش اي ضحايا. ولما بيبان التردد على كيكورا وشيتسيرو بيستفسر منها لو حد غيرها هو اللي قتل الوحش، وبتفتكر كلام كاف وبتقول له
انها هي اللي قتل الوحش لوحدها. وفي مكان ما في المدينه بنلاقي الوحش اللي هاجم كيكورا ورجع للحياه مره تانية، وقاعد ماسك تليفونه بيتابع الاخبار ومش مصدق ان مفيش ولا ضحيه برغم كل اللي عمله، وبيتفاجئ لما التليفون بيرن وبيقعد شويه على بال ما يفكر يرد ازاي، واول ما بيفتكر بيتحول لبشري وبيرد على المكالمه وبيقول ان البشر مهتمين بالوقت زياده عن اللزوم. وبعدها بيخرج من المكان وبنعرف انه لسه منضم جديد لفرق التنظيف اللي كافورينو كانوا شغالين فيها، وبنشوف ان الوحش ده ما بيقدرش يتحكم في جسمه بشكل كامل زي كاف اول ما تحول. بنلاقي كاف ورينو قاعدين في مكتب الشركه اللي هم شغالين فيها مستنيين نتيجه الاختبار، وكاف عمال يشد في شعره من كتر القلق وبيمسك في رينو بيقول انت السبب في كل اللي بيحصل لي ده، علشان لولا تشجيعك ده كان زماني راجل عايش في حالي ومريح دماغي. فرينو بيزعق له بيقول له اللي يشوفك وانت بتشكرني وانت قاعد في المستشفى ما يشوفكش دلوقتي، عالم ما عندهاش دم والله. في اللحظه دي بيظهر المدير وبيبلغهم ان نتيجه الاختبار وصلت وبيديهم بايديه، وبيقعدهم الاثنين قدام النتيجه وخايفين يفتحوها برغم انهم هيموتوا من كتر الفضول. فكيف بيعرف رينو انهم هيعدوا لحد ثلاثة ويفتحوها مع بعض وزي ما تيجي تيجي بقى. فكيف بيقول في نفسه ان دي فرصته الاخيره، وبيسال نفسه يا ترى هيقدر يوفي بوعده لمينا ولا لا، وبيعد لثلاثة وبيفتح الظرف وبيشوف النتيجه. وبعد شويه بنلاقي معظم المتسابقين اللي كانوا مع كاف ورينو في الاختبار موجودين في مقر الفرقه الثالثه عادي بعد ما نجحوا واتقبلوا. ويهارو بيبص حلو بيقول لك جوراكي الناس دي كلها هنا ما عدا كاف ليه؟ وقتها بتدخل كيكورا اللي بتشد انتباه كل الموجودين بما انها طلعت الاولى طبعا بعد الاداء الخارق اللي قدمته. فهارو بيعرف كاجورا انه كان فاكر انه هيبقى الاول على كل المتسابقين، ولكنه لما شاف كيكورا وقوتها الغير طبيعيه اتاكد انهم اخرهم ينافسوا على المركز الثاني. فكاجورا بيبص له بيقول له اتكلم عن نفسك يا باشا، انا واحد طلع الاول في اختبار اللياقه ومش هتنازل عن المركز الاول. وفي نفس الوقت هاتشي بيبقى واقف جنب رينو وبيخبط فيه من غير قصد، فرينو بيعرفه بنفسه بما ان دي اول مره يتكلموا فيها مع بعض. هاتشي بيسلم عليه وبيعتذر له لانه ما بيعرفش يفتكر الاسماء، وبيقول له امال فين كاف؟ اوعى تقول لي انه ما نجحش. فرينو بيسكت شويه وما بيعرفش يقول له ايه. ووسط كلامهم كونومي بتقوم وبتبلغهم بوصول مينا اللي بتدخل من الباب، ومن الواضح ان كل جنود الفرقه الثالثه بيخافوا منها وبيحترموها بشكل كبير جدا وواضح، ده غير طبعا المستجدين اللي نظرات الاعجاب بتبقى باينه في وشهم كلهم بلا استثناء. واول ما مينا بتطلع على المنصه اللي قدامهم كونومي بتطلب من كيكورا انها تتقدم بما انها ممثله المستجدين، فكيكورا بتتحرك بخطوات عسكريه وبتقف على المنصه جنب مينا اللي بتسلمها شهاده تقدير وبتهنيها على نجاحها في الاختبار، وبتعرف المستجدين انها سعيده بانضمام 27 ضابط موهوب زيهم لفرقتها. فكيكورا بتحييها التحيه العسكريه وبتشكرها وبتبلغها انهم كلهم مستعدين للتضحيه بحياتهم في خدمه المواطنين. وقتها مينا بتشكر كيكورا انها نجحت في هزيمه وحش الهونج، ونتيجه لكده ما كانش فيه اي ضحايا. كيكورا بترتبك للحظه وبتفتكر ان كاف هو اللي هزم الوحش، والمفروض ان مينا تشكره وهو مش هي، وبتبص وراها وبتقول في نفسها يعني بعد ما عمل نفسه فيها بطل وانقذ الموقف رايح يسقط في الامتحان، اما كلاون بصحيح. في اللحظه دي بيتفاجئ كلهم بكاف داخل بيتسحب من غير ما يعمل اي صوت. بنرجع بالزمن شويه وبنشوف مينا وباقي ضباط الفرقه الثالثه قاعدين بيراجعوا نتائج الاختبار. طبعا زي ما كلنا متوقعين بطلنا كاف اللي حقق رقم قياسي جديد بالصفر اللي جابه في نسبه التوافق، ده غير يا صديقي انه طالع الثالث بس من الاخر في الاختبار اللياقه، اكيد سقط يعني، وبيوافق كل الموجودين على النتيجه دي. ولكن سوي بيقاطعهم وبيعرفهم انه هيضم كاف للفرقه على مسؤوليته هو، وبيشرح لهم انه رغم من نتيجه كاف اللي مفيش زيها واللي ما تخليهوش يبقى بواب على الفرقه بتاعتهم حتى، الا انه اظهر كفاءه كبيره جدا في الاختبار العملي وقدر انه يحدد نقاط ضعف الوحوش بسرعه كبيره ويساعد باقي زملائه، ودي حاجه مش سهله ومش كل الناس عندهم استعداد انهم يضحوا بنفسهم علشان يساعدوا الفريق. واهم سبب بقى هو عاوز يضم كاف ليه بسبب انه كلاون وبيضحكوا. ما علينا، وخلاصه الكلام ده انه يضم كاف لفريقه مع شويه تدريبات هيبان اذا كان هيبقى ليه فايده او لا، ولا هيفضل كلاون من الاخر. وبتفوق مينا من ذكرياتها وبتفهم المستجدين ان كاف هو الوحيد اللي هينضم للفرقه كمتدرب مش ضابط زيهم، وعلشان كده هو اتاخر. بتبان الفرحه في عيون المستجدين لان كاف هيبقى معاهم، فسو بيقول لهم وفروا الكلام والسلامات دي لبعدين وركزوا في الخطاب اللي القائده هتقوله. بتبدا مينا كلامها بانها بتشكر كل الموجودين وبتفهمهم ان في زياده كبيره في عدد الوحوش اللي بتظهر الفتره الاخيره، بالاضافه لحادثه الوحش اللي رجعت للحياه في الاختبار، وكل ده هيخلي مهمتهم في حمايه البشريه من الوحوش اصعب من الاول بكتير، وفي احتمال كبير جدا انهم يموتوا في اول مهمه ليهم ومفيش ضمان لسلامتهم. ولكن علشان كل ده فهي بتطلب منهم
منهم انهم يثقوا فيها ويأتمنوها على حياتهم، وفي المقابل فهي هتكون دايما في المقدمة وتبقى سلاحهم وفي نفس الوقت درعهم اللي يحميهم حتى لو ده كلفها حياتها. في اللحظة دي كيف ما بيقدرش يمسك نفسه من الحماس وبيقول بصوت عالي انه وصل لمستوى مينا قريب جدا. بيتصدم كل الموجودين بما فيهم كيف نفسه اللي بيتنح في مكانه كده، فمينا بتعاقبه بمية تمرين الضغط علشان يتكلم من غير اذن، ده غير انه ناداها باسمها. بيموت سوي على نفسه من الضحك من رد فعل كيف اللي بيقول لمينا مش مية ضغطه قليلين فنانة، ولكن مينا بتخرج من المكان من غير ما ترد عليه. فكونومي بتقوله شايف ما جايبك عملت ايه، ادي هتضايقت وتنفخنا كلنا بسببه. فسوي بيرد عليها ان المكان كان كئيب زيادة عن اللزوم وهم محتاجين يعني حد يفرفش القعدة كده. وبيبص الكاف اللي بيعمل تمرين الضغط بشكل كده وبيقول لنفسه ان في الاختبار لما الوحوش رجعت للحياة وظهرت اشارة الكايجو ابو مستوى 9.8 اشارة كاف اختفت من النظام في نفس الوقت لحظيا، برغم انه شبه متأكد ان المشكلة في الاجهزة الا ان الحادثة دي بالاضافة لمستوى التوافق بتاعه. وبيقول ان في حاجة غريبة ومش طبيعية بما انهم عارفين ان الحاجة دي مش بالظبط، فهو يخلي كاف تحت مراقبته طول الوقت لحد ما يعرف ايه السر اللي ورا الكائن ده. في اللحظة دي بيكون كاف خلص المية ضغط ومش قادر ياخد نفسه حرفيا، وكيكورا بتعرفه انها عايزاه تكلمه علشان موضوع مهم، فبيقولها انا مش قادر اتحرك من مكاني فريحيني وقولي اللي انت عايزاه هنا. ففروهاتشي بيقول لها ايه ده، اوعي تقولي انك معجبة بكاف وعايزه تكلمي لوحده. فبتضربه بتقول له هو مين يالا اللي يحب واحد متخلف زي كاف كده، وبيوتر عينه على كاف وبيقول له احسن لك تسمع كلامها قبل ما تعمل منك بطاطس محمرة. ولكن كيكورا بيقف كده بيقول لها بس انا عايز اعرف بقى انت عايزاني ليه. بتديله بالرجل في وشه وبتسحبه وراها، وبعد شويه بنلاقيهم قاعدين في مطعم قريب من مقر الفرقه الثالثه، وكيكورا مش مصدقه كلام كاف اللي بيشرح لها ان في وحش دخل في بقه ونتيجه لكده فهو كمان اتحول لوحش. فبتقول له انا عارف انك عبيط بس مش للدرجه دي انك تاكل وحش. بيرد عليها وبيعرفها ان الوحش ده دخل في بقه غصب عنه وما لحقش انه يخرجه، فرينو بيزعلها علشان صوتهم عالي وهيلموا الناس عليهم. ولما بيهدوا كاف بيقترح انهم يعرفوا قوات الدفاع وضعه ومش بعيد يعالجوه ويريح نفسه من وجع الدماغ ده. فكيكورا بتقول له ده عشم ابليس في الجنه يالا، دول اول ما يعرفوا انك وحش هيخلصوا عليك في ساعتها، وبفرض يا سيدي انهم سابوك تعيش هيستخدموك كفار تجارب ويقعدوا يشرحوا فيك كل يوم وعمرك ما تحقق حلمك. ده غير ان لما قوات الدفاع بتستكشف وحش قوي لدرجه انهم بيدوله رقم زي كده بالظبط بيقتلوه، وبعد ما بيقتلوه بيشرحوه وبيستخدموا اجزاء من جسمه علشان يصنعوا اسلحه قويه. وبتقول له بنظره كلها خوف كده ده اللي هيحصل لك في الغالب. في اللحظه دي كاف بيتوسل لكيكورا وبيقول لها ابوس ايدك ابوس رجلك استر علي يستر عليك ربنا، انا واحد على الله حكايتي ومش عارف اي حاجه في حاجه. كيكورا بتضربه برجلها في وشه علشان تبعده عنها، وبتعرفه انها مش هتقول حاجه عن سر بما انه انقذ حياتها، ولكن لو حصل واكتشفت انه يشكل تهديد على البشريه ساعتها هي اللي هتقتله بنفسها. كاف بيجاوبها بابتسامه انه ما عندوش مانع انها تقتله لو حصل كده. وبتمر الايام وبنشوف رينو شايل بندقيه وبيجري بكل سرعه وبيستخبى ورا جدار، وبكل تركيز بيوجه سلاح ناحيه الاهداف اللي بتطلع وراه بسرعه، وبينجح رينو انه يصيب الاهداف بدقه قويه جدا. وبكده يكون خلص التدريب ده خلال دقيقتين و35 ثانيه، ده غير ان مستوى التوافق بتاعه زاد ل 18%. بيظهر الاعجاب بوضوح على كل الموجودين من قوه رينو اللي زادت بشكل كبير في وقت قليل، وبيقرب رينو من هارو وبيساله على حاجه في البدله القتاليه. وفي نفس الوقت بيدخل هاتشي بكل قوه وحماس لساحه التدريب علشان يثبت انه احسن من رينو، وبالفعل بيخلص هاتشي التدريب في دقيقتين و15 ثانيه، وبنعرف ان مستوى التوافق بتاعه زاد ل 20%. فبيرجع وفرحان وبيقول لرينو بتحدي ما تفكرش ان انت الوحيد اللي قوتك زادت. وسط ما هما بيتكلموا بتوصل المعلمه بتاعتنا كيكورا اللي خلصت التدريب في دقيقه واحده و16 ثانيه ومستوى التوافق بتاعها زاد ل 55%. بتقول لهم بغرور العبوا مع بعض يا حلوين، انا مش عارفه ازاي ليكوا انت تتكلموا قوتكوا انتوا الاثنين مع بعض اقل مني اصلا. وبيبص هارو على كيكورا وبيقول انه كل ما يفكر ان قوته زادت شويه كيكورا بتخليه يحس انه قد ايه ضعيف. فكاجورا بيعرف ان قوته بقت مساويه ليه دلوقتي، وهارو بيكلم نفسه بيقول انا مش عارف مالهم متحمسين كده النهارده، وبيوجه كلامه لكارو بيعرفه مهما كان قوته زادت فهو هيبقى اقوى منه. وبيتفاجئوا كلهم بصوت كاف الفرحان انه خلص التدريب في 6 دقايق و39 ثانيه ومستوى التوافق بتاعه زاد ل 1%. يا اخي والله يعني بشفق عليك يا كاف والله. وبيجري ورا كيكورا وبيقول لها شايفه المعجزه اللي حصلت، شايفه يا بت حولت الصفر لواحد في المية. فبتقول له انا ما شفتش فبجحتك بصراحه يا جدع، يعني انت سايب كل الناس وجاي لي انا ليه.
ليه؟ فسوبي ينادي عليه وبيقول له عاش على فكره كاف، كمل على كده واقول لك على حاجه، عمرك ما هتبقى ظابط علشان هتطرد من قوات الدفاع كمان 3 4 شهور بالكتير. وبيعرفوهم انهم كده خلصوا التدريب، وقبل ما يروحوا لازم يلفوا 10 لفات حوالين ساحه التدريب. فبيعترضوا كلهم لانهم تعبانين ومش قادرين يتحركوا. السوبي بيقول لهم بجد تعبانين؟ طب الف سلامه، يلا بقى لفوا 15 لفه، ولو اتكلمتوا كلمه كمان هخليهم 20. طبعا كلهم بيركبوا قطر 6 الا تلت قبل ما السوي يرجع في كلامه ويزود التدريبات. وكونومي اللي واقفه جنبه بتبلغه ان روح التنافس عاليه جدا بين المستجدين، ودي حاجه حلوه جدا. بيأكد على كلامها لان التنافس ده يخليهم يتحسنوا بشكل اسرع. وبعد التدريب بنلاقي كاف قاعد في الحمام بيفصل نفسه من الدنيا بعد المجهود اللي عمله، وبيقولوا ان السوي ده مش انسان عادي ولكنه شيطان على شكل انسان علشان يعذبهم بالشكل ده. على الجانب الثاني بنشوف هاتشي ورينو قاعدين جنب بعض كده، وهاتشي بيستعرض عضلاته وبيقول لرينو اكيد نفسك يبقى عندك عضلات زيي. رينو بيجاوبه ان مفيش فرق كبير بينهم اصلا، ده غير انهم بيجيبوا نفس الدرجات في اختبار اللياقه. ولكن هاتشي بيقول انت غيران مني علشان كده بتقول اي كلام والسلام. بيصحى هارو من نومته وهو مش مصدق ازاي بيفكروا زي العيال كده. فكاف بيقوم من مكانه وبيفرد عضلاته وبيقول لهم بص ياض منك ليه، اتفرج وتعلم من الكبار يلا. وبص ما هو قاطع نفس كده علشان يشفط بطنه، ما بيقدرش يتكلم ويثبت اكتر من كده، وبينط كرشه قدامه مترين. فهاتشي بيقول له انت مسمي الكره اللي عندك دي عضلات يا ابني. كاف بيرد عليه وبيقول له ان حالته مش هتختلف كتير لما يبقى قده. في اللحظه دي بيتدخل كاجورا وبيسالهم صوتهم عالي ليه كده. بيستخبوا كلهم اول ما بيشوفوه انه عباره عن عضلات وطلع لها جسم. وبيكملوا رينو وهاتشي خناقتهم زي الاول. على الجانب الثاني بنشوف مينا قاعده مستنيه هدومها تتغسل. في الوقت ده بتدخل كيكورا اللي بتتجمد مكانها اول ما بتلاقي مينا في وشها، ومينا بتقول لها ادخلي ما تخافيش مش هعضك ولا حاجه. بتسالها عن حالتها دلوقتي بعد الاصابه، فبتدخل كيكورا وبتجاوبها انها احسن بكتير من الاول. وبتروح علشان تغسل هدومها وبتبص على مينا وبتسال نفسها ايه سبب قوتها الكبيره. ولما مينا بتستفسر منها لو في حاجه عايزه تعرفها، كيكورا بتقول لها عايزه تعرف نوع التدريبات اللي هي بتعملها علشان تبقى بالقوه دي. مينا بتطلب منها تقعد جنبها علشان توريها هي بتعمل ايه بالظبط. بتتفاجئ كيكورا لانها ما كانتش متوقعه ان مينا هتجاوبها بالسهوله دي. بنسيب بقى شويه الحريم دول وبنرجع للرجاله اللي قاعدين بيستجموا من غير اي مقدمات. هاتشي بيستفهم منهم عن سبب انضمامهم لقوات الدفاع، فهارو بيقول له طالما عايز تعرف يبقى تقول انت الاول بسبب انضمامك لقوات الدفاع. بيجاوب هارو ان السبب انضمامه باختصار هو مينا، لانها من ساعه ما انقذته هو في الاعداديه وهو واخدها قدوه ليه وعاوز يبقى زيها. بيبص هارو للكاجورا اللي بيجاوبوا انهم هم كمان انضموا لقوات الدفاع علشان عايزين يبقوا زي مينا. وتقريبا كده كل اللي في الفرقه معجبين بمينا وعايزين يبقوا زيها. فكاف بيميل على رينو بيقول له ايه يا اسطى يا مينا مشهوره قوي كده؟ فرينو بيقول اكيد يا عم دي اصغر قائده في قوات الدفاع كلها. وقتها هاتشي بيبص لكاف وبيقول له وانت يا اسطى دخلت ليه؟ وبيبان الارتباك على وش كاف ومش بيبقى عارف يقول لهم ايه، فبيقول لهم الحقيقه وخلاص. وبيتصدموا كلهم لما بيعرفوا ان الكلاون كاف ومينا كانوا متدربين مع بعض، ده غير انه وعدها انه يدخل قوات الدفاع معاها. وبيحاول كاف انه يخلع من المكان قبل ما الحوار يوسع منه، ولكنهم بيقفشوا فيه بيعرفوا انهم مش هيسيبوه غير لما يحكي لهم كل حاجه يعرفها عنها. بيبدا كاف يحكي لهم كل حاجه يعرفها عن مينا من ساعه ما اتولدت. وبعد شويتين بتخرج كيكورا بعد ما خلصت كلام مع مينا وغسلت هدومها. بتتفاجئ بالفريق كله نايم على الارض، ورينو قاعد جنبهم وبيهوي عليهم بمروحه زي السمك المشوي كده. فبتساله هم اتسمموا ولا حد قتلهم ولا ايه اللي هم بيعملوه ده؟ وبتعرف انهم فضلوا قاعدين في الميه السخنه وقت طويل لحد ما اغمى عليهم وهم بيت. وبتقول انها كل مدى ما بتستكشف انهم اغبى مما كانت تتخيل. تاني يوم بنشوف الفريق اللي ابتدوا يتعودوا على النظام قوات الدفاع والتدريبات اللي بيعملوها. وبتعدي ايام وبنشوفهم بيقضوا وقتهم في التدريبات المختلفه اللي بيعملوها بالنهار، وبين التدرب على خطط القتال ومواجهه الوحوش بالليل. ومع مرور الوقت علاقتهم ببعض بتتحسن وبتزيد. وما ننساش طبعا حركات كاف اللي بيفعل وضع الكلاون بتاعه، ورغم التحسن الملحوظ في قوات كاف الا انه عارف ان ده مش كفايه، وعلشان كده بيبذل قصارى جهده علشان يقدر يكمل في قوات الدفاع. وفي يوم وهو قاعد بيذاكر معلومات عن الوحوش بالليل بيتفاجئ بسوي اللي بيشرح له ان النوم جزء من التدريب. فكاف بيجاوبه انه لازم يحاول بكل جهده علشان ما يطردش من قوات الدفاع. سوي بيقول له اه ما انا عارف انك بتعمل كده علشان مينا. بيتصدم كاف من اجابه سوي بيساله عرفت منين؟ سوي بيقول له يا مغفل ما انت قلت كده بنفسك والحيطان ليها ودان. فكاف بيرد عليه انه وعد مينا انه يحارب الوحوش معاها. سوي بيقول له قصدك انت عايز تاخد مكاني كنائب القائد؟ كاف بيجاوبه انه ما كانش قصده كده، ولكنه هيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يحقق وعده. سوي بيخبط ايده على المكتب كده وبيقول له طالما
طالما انت شايف كده براحتك. عموما معاك ساعتين بس وبعدها تطفي النور وتقفل المكان، واعمل حسابك اني مش هتنازل عن مكاني كنائب القائد. كاف بيشكره بس السيو بيقطعه وبيطلب منه ما يتعلقش بزمايله بشكل كبير، لان ممكن اي حد منهم يموت في اي وقت بكل سهوله جدا. وقبل ما السيو يخلص كلامه صوت صفارات الانذار بيملى المكان وبيصحي الفرقه كلها، والسيو بيقول لكاف شوف انا لسه ما لحقتش خلص كلامي واللي بحذرك منه حصل، يلا اجري استعد علشان هتبقى اول مهمه ليك ويا رب ما تبقاش الاخيره. بنشوف الفرقه كلها بتستعد علشان يخرجوا ويقضوا على الوحوش اللي ظهرت، وبتختلف ردود فعل المستجدين بين القلق والحماس والتحفيز، بس كلهم متوترين شويه لانهم رايحين اول مهمه ليهم. وبعد ما بيجهزوا بنلاقيهم كلهم راكبين في العربيه مع شيرو اللي هيشرف عليهم في المهمه دي بنفسه. وفي نفس الوقت كونومي بتبلغهم ان الوحوش اللي ظهرت حجم تقريبا 150 متر وبيتحرك في اتجاه الشمال ببطء وبيدمر كل حاجه في طريقه، وبتعرفهم ان قوات الجيش بتخلي المواطنين من المنطقه على ما هم يوصلوا للمكان ويتعاملوا مع الوحوش. فشيرو اللي بيقول المستجدين بابتسامه استعدوا كويس علشان احنا خارجين نطارد شويه وحوش على السريع ونرجع. في الوقت ده كيكورا اللي بتكون قاعده قصاد كاف العربيه بتبص في وشه وبتفتكر لما عرفها سبب تحوله لوحش وانها طمنته انها تحافظ على سره، ولكن لو شكت انه هيأذي البشريه هتقتله بنفسها، وهو جوابها انه ما عندهوش مانع يتقتل على ايديها. وبتفوق من ذكرياتها وبتتمنى انه يفضل على طبيعته زي ما هو وما تضطرش انها تقتله. ولما كاف بياخد باله انها بتبص له بيبتسم لها مره واحده ووشه بيقلب الوان كده وبيبقى عايز يرجع. بتتصدم كيكورا من تصرفات كاف الغبيه وبتقول في نفسها ان العبيط ده مستحيل يبقى وحش اساسا، فكاف بيعتذر لها لانه متوتر جدا، ده غير انه زودها حبتين في العشاء. كيكورا بتقول له انت جالك نفس تاكل ازاي واحنا رايحين المهمه دي، انت ما بتحسش؟ وبعد شويه بيوصلوا للقاعه بتاعت الجيش القريبه من مكان ظهور الوحش، وبيتفاجئوا لما بيشوفوا الوحش الضخم اللي عباره عن عنكبوت ومشروم مضروبين مع بعض في الخلاط كده. واول ما بيستعدوا شيرو بيشرح لهم ان الوحش ظهر في المنطقه بعد ما كان مستخبي تحت الارض علشان يبدا في مرحله التكاثر، ومينا بتقود مجموعه من الضباط الخبره وفي طريقهم علشان يقضوا على الوحوش الاساسيه. ولكن المشكله هي الوحوش الصغيره اللي الوحوش كونوها ونشروها في المنطقه، وعلشان كده فهمتهم هي انهم ينتشروا في المنطقه اللي هو محددها لهم ويقضوا على كل الوحوش اللي قابلوها. وبياكد لهم على اهميه دورهم لان نجاحهم في المهمه هيقلل الاضرار بشكل كبير جدا، وبرغم انهم مركزين في ابعاد مكان عن الوحوش بما انهم لسه مستجدين، ولكن ده معناه انهم خط الدفاع الاخير، ولو ما قدروش يقضوا على الوحوش كلها فحياه المدنيين هتبقى في خطر. وبتظهر الجديه على وشوش المستجدين لما بيعرفوا حجم المسؤوليه اللي عليهم. شيرو بيقول لهم حد عنده اي سؤال قبل ما نبدا، ولما محدش بيتكلم بيفهمهم ان دي الخطه اللي هيقدروا يثبتوا فيها قوتهم وكفاءتهم، وبيطلب منهم يظهروا ليه نتائج التدريبات بتاعتهم طول الفتره اللي فاتت. ولما بيخلص شيرو كلامه بيتحمسوا كلهم وبكده تبدا اول مهمه للمستجدين. فرينو بيكلم كاف في اللاسلكي وبيقول له اخيرا جه الوقت اللي هنحقق فيه حلمنا. فكاف بيفتكر شويه كلام شيرو ليه انه لو فضل على نفس الوضع ده هيطرده كمان 3 شهور بالكتير قوي، وبيقول لرينو انه لو ما اثبتش نفسه في المهمه دي مش هتجيله فرصه ثانيه، علشان كده هو قلقان ومتوتر وحاسس بضغط كبير جدا. وبرغم كل ده الا انه متحمس جدا على غير المتوقع، ورينو بيقول في نفسه اكيد ما دي الوظيفه اللي انت كنت بتحلم بيها طول حياتك، وبيتمنى له حظ موفق في المهمه. في اللحظه دي بتيجي رساله لكاف والمجموعه اللي معاه ان الوحوش دخلت في المنطقه اللي هم فيها. وقتها كاف بيلبس القناع اللي معاه وبيقول لكيكورا اللي واقفه جنبه يلا بينا، بتقول له امشي ياض قدامي وما تعملش قائد علينا. وبنشوف الفريق كله بينط من فوق المبنى وكاف متشعلق ومش عارف ينزل بعد ما كان عامل فيها شبح، ولما بينزل بيكلم رينو بيقول له اوعى تموت يا اسطى. فرينو بيقول له يا عم قول لنفسك الاول بالواحد في المية بتاعتك دي. وقتها بيكون باقي فريق كاف وكيكورا ينتشروا في المكان علشان يواجهوا الوحوش اللي بتقرب من المكان. كيكورا بتنادي على كاف وبتقول له فوق معانا الوحش ظهر، فبيركز كاف على الوحش اللي ظهر قدامهم وعباره عن نسخه مصغره من الوحش الاساسي الضخم، وبيفتكر كلام شيرو اللي قال لهم عاوزكم تشرفوني وترفعوا راسي قدام الضباط القدامى خصوصا انت ياض يا كاف. وبيقول كاف انه حاسس بهدوء على عكس ما كان في الامتحان، وحاسس ان البدله القتاليه بتاعته بقت احسن، وبكل حماس بيستخدم قوه البدله القتاليه وبيقف في وش الوحوش اللي بيطيروا ولا كانه موجود اساسا. فكيكورا بتقول له يخرب بيتك احنا لسه ما بدأناش اصلا، وثواني بس كده انت ايه اللي مخليك لوحدك على الوحش وانت اخرك 1%؟ وواحد من الضباط الاكبر منهم بيقول انتوا جايبين الواد العبيط ده ليه هنا؟ احنا مش فاضيين نقعد ندادي في العيال الصغيره، وبيامرهم انهم يستنوا لحد ما يعرفوا نقط ضعف الوحوش على الاقل. كيكورا بتبص له بطرف عينيها وبسرعه كبيره بتضرب الوحش بالرصاص في اكتر من مكان وبتقضي عليه، وبتقول
له تمام انا هفضل اضرب فيهم لحد ما اعرف نقطة الضعف بتاعتهم فين. بيتفاجئ الضابط ده من قوة كيكورا الهائلة وسرعتها وبيقول هي دي بقى بنت القائد بتاع الفرقة الاولى اللي الكل بيتكلم عليها. وبيتلف كيكورا وشها علشان تبص على كاف اللي واقع على الارض ووقع فوق وحطامه بيقولها بابتسامة عبيطة عاش جدا. فوشها بيحمر وبتقوله ده الطبيعي بتاعي مش زي ناس. بنسيبهم بقى وبنروح للمنطقة اللي موجود فيها فريق ايرين وهاتشي وبنشوف هاتشي بيقضي على واحد من الوحوش بمساعدة اتنين من الضباط الخبرة اللي دمر ارجل الوحش ومنعوه من الحركة. وبعد ما هاتشي بيقضي على الوحش الضابط الكبير بيحييه على المجهود اللي عمله. فبيلف وشه وبينادي على رينو بيقوله شوف انا قتلت الوحش ده بسهولة ازاي. ولكنه بيتصدم لما بيكتشف ان رينو قاضى على الوحش لوحده من غير اي مساعدة وبيسأله انت عملت كده ازاي. فرينو بيشرح له انه غير خصائص الرصاص اللي هما بيستخدموه من الانفجار لرصاصات متجمدة وقدر انه يقضي على الوحش بسهولة. وهو حاسس انه يقدر يقتل الوحش بسهولة اكبر لما يتمكن من استخدام الرصاصات دي بشكل افضل. ويفضل هاتشي متجمد مكانه من الصدمة مش عارف يقول ايه. رينو اللي كل اللي بيدور في باله انه لازم يبقى اقوى علشان كاف ما يضطرش انه يتحول لوحش تاني. على الجانب التاني بنشوف كاجو وهارو مولعين وبيقضي على الوحوش يمين وشمال والضباط اللي قدام مستغربين ازاي الناس دول مستجدين وبيحسوا ان هم اللي مستجدين. وقائدة الفريق اللي اسمها شيما بتقول انها سمعت ان المستجدين السنة دي اقوياء ولكنها ما كانتش تتخيل انهم بالقوة دي. وقتها بيكون كاجو وهارو في عالم تاني وبيتنافسوا مين فيهم اللي قتل وحوش اكتر. كاجو بيقول لهارو انا قتلت 3 وحوش وانت لسه. هارو بيرد عليه ان هو مساعد معاه يقتل 2 من الثلاثة دول اصلا. شيما ببص عليهم وهما بيتخانقوا مع بعض وبتقول ان واحد فيهم عصبي وبينفعل بسرعة والتاني عكسه تماما هادي ومتزن كده. وبتبص للظابط وبتقول له ايه رايك نضمهم للفريق بتاعنا بشكل دائم. وبتبص حواليها وبتقول انها سمعت من شيرو ان في كم واحد متميز في المستجدين ولكن مش كده وبس لا ده باقي المستجدين قوتهم اكبر بكتير مقارنة بالسنة اللي فاتت. وفي الغالب ده تأثير الاقوياء اللي بينافسوا مع بعض وبيحفزوا باقي المجموعة انهم يقدموا كل اللي عندهم. نرجع بقى لكهف اللي لسه طالع من تحت الحطام وبيقول ان كل الفرق بتقوم باداء رائع وبيقدر على الوحوش وكل المستجدين اللي معاه بيعملوا اللي عليهم وزيادة حتى رينو وهاتشي اللي يعتبروا اضعف 2 في الوقت اللي هو ما عملش في اي حاجة ومجرد عبء على الفريق بتاعه وخلاص. بيقف مكانه شوية وبيفتكر كلام الضابط الكبير لما قال له انهم لسه ما يعرفوش نقاط ضعف الوحوش دي فين. فبيبص لجثة وحش من الوحوش وبعد تفكير كتير بيقرر انه يساعد فريقه بطريقته هو. وبيمسك جثة الوحش وبيشرحها وسط نظرات الاستغراب من باقي الجنود اللي موجودين. وبيتفاجئ كاف من مدى سهولة تشريح جثة الوحش باستخدام بدلة القتال حتى وهو بيستخدم 1% من قوة البدلة. وبيقول ان لو البدلة دي تم انتاجها بكميات كبيرة واستخدامها في التخلص من جثث الوحوش هتوفر عليهم وقت كتير جدا ومجهود. وبيقسم جثة الوحش وبيفحصها بتركيز وبيقول ان جسم الوحش ده زي اي وحش فطري عادي جدا ولكن نواة الوحش مش موجودة في مكانها اللي المفروض تبقى فيه. وبيكمل تشريح في الجثة علشان يشوف النواة فين. وبعد شوية بيكلم شيرو وبيبلغه انه لقى مكان نواة الوحش وبيعرفه انها موجودة تحت رقبة الوحش بالظبط ولكنها محمية بطبقة صلبة من الالياف اللي بتشكل العمود الفقري للوحش. وبيقترح عليه ان الجنود اللي قوتهم ضعيفة زيه كده يهاجموا الوحوش من الجنب علشان يقدروا يقتلوه بسهولة. فشيرو بيمدحه على المعلومة المهمة دي. وقتها كاف بيقول له استنى بس انا لسه ما خلصتش في حاجة اهم من كل ده. شيرو بيقول له قول يا عم المكتشف. كاف بيشرح له انه هو بيشرح الوحش اكتشف انهم عندهم اعضاء للتكاثر زي الوحوش الاساسية بالظبط على عكس ما هم كانوا متوقعين. وعضو التكاثر ده عبارة عن كيس ابيض كبير وموجود في اخر جسم الوحش ولو سابوه من غير ما يدمروه فهو هينتج وحوش جديدة حتى بعد موت الوحش ده. شيرو بيقول له تشكر يا عم كاف انت عملت اللي عليك وزيادة وما خيبتش ظني فيك. وبيطلب من كونومي انها تبلغ كل الجنوب بالمعلومات اللي كاف لسه قايلها. وقتها بيحس كاف بالفخر انه قدر يعمل حاجة يساعد بيها الفريق بما انه مش قادر يقتل اي وحش. وبيبلغ شيرو انه هيكمل بحثه في المنطقة وهيدمر كل اعضاء التكاثر وجثث الوحوش اللي موجودة. وبيقول لنفسه انه هيعمل اي حاجة يقدر عليها علشان يكون عنده القدرة على مساعدة مينا زي ما وعدها. في اللحظة دي بيشد انتباهه وصوت انفجار هايل بيرج المكان وبيلف وشه ناحية الصوت وبيقول هو في ايه. شيرو بيقول له اه صح احسن لك تشوف اللي هيحصل كويس جدا علشان تعرف الهدف اللي انت عايز توصل له. وبنشوف مينا واقفة على سطح مبنى عالي جدا وماسكة مدفع ضخم اكبر منها 3 مرات ولا حاجة وبتشحن قوتها وبضربة واحدة بتنسف نواة الوحش الاساسي اللي حجمه 150 متر. في اللحظة دي شيرو بيقول لكاف هي دي قوة مينا قائدة الفرقة التالتة اللي انت عايز توصل لمستواها. طبعا كاف بيكون متجمد في مكانه من الدهشة ومش مصدق ان قوة مينا بالحجم ده. وبنروح لمينا اللي كونومي بتكلمها وبتعرفها انهم حددوا مكان الوحش بعد الضربة وهيوجهوا الضربة التانية على رجل الوحش. وبالفعل مينا بتفرتك رجل الوحش بضربتها التانية وبتطلب من كونومي انها تسخن المدفع علشان تجهز الضربة التالتة. وبتفتكر وعدها لكاف انهم هما الاتنين هينافسوا علشان يشوفوا مين فيهم هيبقى جندي دفاع احسن. وبتستخدم
96% من قوة البدلة القتالية بتاعتها وهي بتقول ان دي قوتها الحالية ومستنيها تشوف المستوى اللي كاف هيوصله وبتضرب الرصاصة التالتة وبتنسف الوحش تماما. ووسط صدمة كاف وكيكورا ورينو اللي بيراقبوا القتال من على بعد وجنون المشاهدين، كونومي بتبلغ مينا في اللاسلكي ان اشارة حياة الوحوش اختفت والوحش بينهار، فمينا بتأمرها تجهز الرصاصة الرابعة وبالفعل كونومي بتجهز الرصاصة ومينا بتضربها على الوحش اللي مات، وكونومي بتبلغها بتقرير حالة الوحش وانه مات واتدمر تماما. مينا بتقول لها جهز الرصاصة الخامسة، كونومي بتقول لها رصاصة خمسة الوحش مات خلاص، مينا بتقطعها وبتقول لها نفذ الأوامر من غير أي كلام، يا ستي الطبيعي يهديكي يرضيكي مفيش برضه فايدة، لسه مصممة على الرصاصة الخامسة. كونومي بتسمع الكلام وهي مش مقتنعة وبتضرب مينا الرصاصة الأخيرة اللي بتمسح الجزء الباقي من الوحش وبتهز المكان، شكلها عارفة إن كاف بيتفرج وحابة تستعرض قوتها. بنروح بقى لكاف اللي بيتفرج على المشهد الجامد جدا ده اللي بيحصل قدامه وجسمه بيرتعش من كتر الإثارة والحماس، وبيقول إن في فرق كبير جدا بين إنه يشوف قوة مينا على أرض الواقع وبين إنه يشوف قوتها على التلفزيون، وبيتأكد تماما إن قوتها في مستوى تاني خالص أو بمعنى أصح في مستوى خاص بيها لوحدها. في اللحظة دي شيرو بيوصل لمكان كاف وبيقول له ها شفت بعينك إيه رأيك؟ عايز تستسلم ولا إيه؟ وبيشرح له إنه معنى الكلام اللي قاله لمينا في حفلة الاستقبال إنه هو يوصل للمستوى ده ويبقى عنده قوة مماثلة ليها. فكاف بيتضايق من كلام شيرو بيقول له بما إنك بتتكلم بالثقة دي فده معناه إنك تقدر تعمل نفس اللي هي عملته صح؟ شيرو بيرد عليه بكل تلقائية أكيد لا طبعا أنت عبيط ولا إيه؟ كاف بيقول له فالح بس التريق عليها أما أنت نائب لمؤاخذة بصحيح. شيرو بيشرح لكاف إن قوته في استخدام الأسلحة النارية عموما ضعيفة ومفيش مقارنة بينها وبين قوة مينا، وده بيخليه ضعيف مواجهة الوحوش الضخمة على عكس مينا اللي بتنسفهم من على وش الأرض زي ما شفنا من شوية. في الوقت اللي شيرو كان بيتكلم فيه مع كاف بيظهر وحش من وراه وبيهجم عليه، ولكن شيرو بيكمل كلامه بكل هدوء وثقة وبيقول لكاف إن في مواجهة الوحوش الصغيرة أو المتوسطة في الحجم ممكن يكون قوته أقوى من مينا. في اللحظة دي الوحش اللي كان ورا شيرو اتحول شرايح في لمح البصر، واستدهشت كاف اللي بيلاحظ إن شيرو بيرجع سيوفه لمكانها وبيقول لنفسه إن شيرو اتحرك بسرعة كبيرة لدرجة إنه ما خدش باله إنه بيتحرك أصلا. وبيكمل شيرو كلامه إن عيلته ليها تاريخ طويل جدا في الصيد بتاع الوحوش وتاريخهم بيرجع للعصور الوسطى، وإنه بيفضل يستخدم السيوف على إنه يستخدم مسدسات وبنادق، وبيفهم كاف إنه منصب القائد ونائب القائد هم أقوى وأهم اتنين في الفرقة، وعلشان كده أسلحتهم بتكون مصنوعة مخصوص عشانهم علشان تناسب قوتهم المختلفة، وفي الغالب بتكون مصنوعة من وحوش قوية قضوا عليها. وأول ما شيرو بيخلص كلامه مينا بتبلغه إنها قضت على الوحش، فبيبص لكاف وبيقول له كفاية كلام لحد كده واجهز بقى علشان المهمة الحقيقية هتبدأ دلوقتي. وكاف بيسألهم بعدم فهمه مهمة إيه اللي تبدأ يا عم دي؟ مينا بتقول لك قتلت الوحش الأساسي يعني خلصنا شغل. شيرو بيقول له هو البيت غبي، ما أنا قايل لك قبل ما نبدأ المهمة إن مهمتنا هي قتل الوحوش اللي الوحش الأساسي بينتجها، والمشكلة هي العدد المهول من الوحوش اللي بتكون موجودة في جسم الوحش الأساسي وبتخرج أول ما بيموت. بنشوف مينا اللي واقفة تراقب بحر الوحوش اللي طالعين زي النمل من جثة الوحش الأساسي وبتقول إنهم ظهروا زي ما كانت متوقعة برغم إنها ضربت الوحش بعد ما مات ولكن من غير أي فايدة. نرجع بقى لشيرو اللي بيبتسم وبيبلغ الجنود كلهم يستعدوا علشان الجد هيبدأ دلوقتي، وبيقول لهم عايزين نخلص على الوحوش دي بسرعة علشان نلحق نروح وناكل الفطار. فهارو بيقول له فطار مين يا عم؟ أنت ما بتشوفش ولا إيه؟ إحنا هنقعد يومين على ما نخلص على الوحوش دي كلها. وأتى واحد من الجنود القدام في فريق هارو بيقول له يا مستجد منك ليه؟ أنتوا تعبتوا ولا إيه؟ بيبص لصاحبه بيقول له تعال علشان نعلم العيال المحدثين دول إن القوة مش كل حاجة وأهم حاجة الاستمرار. شيما بتقف جنب كاجورا وهارو بتحط إيديها على كتفهم وبتقول لهم تقدروا تعتمدوا علينا وتسيبوا لنا الطلعة دي لو أنتوا تعبتوا ودي أول مهمة ليكم وطبيعي تتعبوا. فهم الاتنين بيقولوها في نفس الوقت والتعب باين عليهم، مين ده اللي تعب؟ إحنا نقدر نكمل معاكم لحد تاني يوم عادي ولا أي حاجة. على الجانب التاني كونومي في مركز المراقبة بيبلغ شيرو إن المستجدين كلهم تعبوا وجابوا جاز، وشيرو بيقول لها ده شيء متوقع بما إن دي أول مهمة ليهم ده غير إنهم اتفحتوا شغل، ولكن لو قدروا إنهم يكملوا ويتخطوا حدود قوتهم هتزيد بشكل كبير. وبيشرح لها إن معظم جنود قوات الدفاع قوتهم بتكون من 20-30% وده بيكون أقصى حد ليهم وبيقضوا باقي حياتهم كجنود عاديين، ولكن في مجموعة قليلة جدا من الأشخاص الموهوبين اللي بيقدروا يتخطوا الحاجز ويزيد قوتهم وممكن يوصلوا لمستوى القادة. ومن ضمن المستجدين اللي انضموا السنة دي في شخص واحد بس بينطبق عليه الكلام ده وهو كيكورا، واضحة زي الشمس مستوى قوتها 55 من أول كام يوم، ولكن في شخص تاني هو حاسس إنه هيقدر يوصل لنفس المستوى ده على عكس كل التوقعات وهو رينو. تحية كبيرة للناس اللي كانت فاكرانا هنقول كاف. ما علينا، اللحظة دي بنشوف رينو وهاتشي اللي بيبقوا مستخبيين علشان ياخدوا نفسهم وباين عليهم التعب من قتالهم للوحوش، وهاتشي بيقول لنفسه يعني أنا سحلت
نفسي في التدريب في المدرسة العسكرية 5 سنين علشان في الاخر الواد رينو ده يبقى اقوى مني يا اخي تبا للحياة. امال هتعمل ايه لما تعرف ان كاف اقوى وحش في التاريخ؟ في اللحظة دي بتجيلهم رسالة ان الوحش دخل في المنطقة اللي هم فيها، فرينو بيقول لهاتشي يلا بينا نرجع علشان نساعد الفريق، والفعل بيتحركوا من مكانهم. ولكن وهم ماشيين في الطريق بيقفوا مرة واحدة وهم مش مستوعبين اللي بيحصل قدامهم، لما بيشوفوا واحد من اللابس هدوم شركة التنظيف قاعد جنب جثة من الجثث بتاعت الوحوش اللي هم قتلوهم، وبيكلم نفسه بيقول ان الوحش ده هو كمان تم تدمير اعضاء التكاثر اللي هو زرعها فيه، وبيسأل ازاي قوات الدفاع عرفوا مكانها، وبيخمن ان اكيد في حد عنده معرفة كبيرة بالوحوش موجود مع قوات الدفاع، وبيلف وشه لرينو اللي بيتجمد مكانه من المفاجأة وبيسأله لو يعرف اي حاجة عن الكلام ده. في الوقت ده كل اللي رينو كان بيفكر فيه هو ايه جاب واحد من فريق التنظيف للمكان ده دلوقتي. وبكده صديق الاوتاكو بتنتهي الحلقة بتاعت النهاردة معانا، فيا ترى ايه اللي يحصل مع بطلنا كاف وايه هو المتوقع الحلقة الجاية؟ اكتب لي تخمينك تحت في الكومنتات وقول لي متحمس للحلقة الجاية بنسبة كام في المية. ويلا دمتم في رعاية الله ويلا سلام.